السلام عليكم. نكمل اليوم في تشابتر 12. تشابتر 12 زي ما انتم مذكرين موضوعنا عن الجورنال بيرنجز. الجورنال بيرنجز ببساطة هي عبارة عن شافت نسميه جورنال. هذا الشافت موجود جوا هول اللي هي نسميها البوشنج او سليف. عادة اكيد في عندنا كليرنس، وعادة الكليرنس هذا بيكون موجود في لوبريكنت. طيب فحكينا بشكل عام في البداية عن أنواع مختلفة من اللوبريكيشن، وهنا احنا راح نعتمد على الهيدروديناميك ثيوري. الهيدروديناميك ثيوري اللي هي اجت بناء على الاكسبيرمنتس تبعت تاور اللي شرحت عنها المحاضرة الماضية، وبعد هيك اجى رينولدز ساوى ماثيماتيكال موديل عشان يعبر عن اوبزرفيشنز تبعت تاور. طيب هذه اللي هي رينولدز ايكويشنز اللي حكينا عنها المحاضرة الماضية. الايكويشن الاولانيه اللي هي سمبل ايكويشن سواها بالاول، افترض انه في عندنا بس فلو للوبريكنت بهذا الاتجاه، يعتبر انه البيرنج تبعنا انفينيتلي لونج، فبالتالي ما فيش فلو باتجاه السايدز. طيب طبيعي هذا الشيء ما هوش رياليستيك، فبعد هيك سوى الديريفيشن تبع الايكويشن الثانيه. هذه بتفترض انه في عندنا فاينايت لينث للبيرنج اللي موجود، فبالتالي غير عن الفلو اللي بهذا الاتجاه راح يكون عندنا كمان في فلو باتجاه السايدز. طيب هذول التو ايكويشنز سواء الايكويشن الاولانيه او الايكويشن الثانيه فعليا ما همش اناليتيكال سولوشن، فاحنا هون نعتمد على نيوميريكال سولوشنز. احد اشهر النيوميريكال سولوشنز اللي صار لها ديفلوبمنت لهذه الايكويشنز وتقريبا يعني واحد من اول السولوشنز اللي هو سامرفيلد سولوشن، اللي حكى لنا في علاقه ما بين قيمه الكوفيشنت فريكشن وقيمه هذه النون دايمنشنال كوانتيتي اللي حكينا عنها قبل هيك. هذه النون دايمنشنال كوانتيتي بنسميها سامرفيلد نمبر، وفعليا مهم السامرفيلد نمبر عشانه تقريبا بيعبر عن كل ديزاين بارامترز اللي بتحكم فيها الديزاينر، هو عباره عن نون دايمنشنال كوانتيتي فبيكون كونفينينت نتعامل معه من خلال نيوميريكال سولوشنز. طيب السولوشنز اللي راح نشوفها هون راح نعتمد عليها هي فعليا ما هيش سامرفيلد سولوشن، احنا هون راح نعتمد على سولوشنز تبعت ريموندي اند بويد. بس السولوشنز تبعت ريموندي اند بويد فعليا مور ادفانسد مقارنه مع السامرفيلد سولوشن، وغطوا كثير شغلات، يعني غطوا ديفرنت سيناريوز اللي هي انفينيت لينث وفاينايت لينث بريشيوز مختلفه، وغير انهم طلعوا قيم الكوفيشنت فريكشن المينيمم في الثيكنس اللوكيشن تبعه، يعني في كثير معلومات فهذا اللي راح نطلع عليه هنا. فالتشارتس اللي عندنا في الكتاب طبيعي النيوميريكال سولوشن تبعهم بريزنتد على شكل تشارتس، وهذه التشارتس اللي راح نطلع عليها موجوده عندنا في الكتاب. هذه التشارتس مفترض فيها انه في عندنا فول بيرنج او فول بوشنج اللي هو بوشنج بحيط بالجورنال بشكل كامل على زاويه 360 درجه، زي ما عرفنا في عندنا شيء بنسميه فول بيرنج او فول بوشنج، في عندنا شيء بنسميه بارشل. طيب هذه السولوشن تبعت الفول بيرنج اللي هي موجوده التشارتس تبعتها عندنا في الكتاب. طيب عموما كل هذه السولوشنز يعني سواء بدنا نطلع منهم في الثيكنس كوفيشنت فريكشن اي شيء، فعليا هذه التشارتس دائما الاكس اكسس تبعها بيكون قيمه السامرفيلد نمبر. طيب السامرفيلد نمبر زي ما احنا عارفين بيعتمد على قيمه الفيسكوسيتي، فاول شيء بدنا نطلع عليه اللي هو الفيسكوسيتي تشارتس اللي موجوده عندنا في الكتاب. ففعليا في عندنا 3 تشارتس في الكتاب، خلينا نطلع عليهم نشوف كيف ممكن نطلع الفيسكوسيتي. طيب هاي اول واحد في التشارتس اللي موجود عندنا فيجر 12. طيب على الاكس اكسس بطبيعه الحال التمبريتشر، وعلى الواي اكسس قيمه الفيسكوستي بالتحديد الابسولوت فيسكوستي اللي نحكي عنها. زي ما حكينا اليونت تبعت الابسولوت فيسكوستي باليو اس سيستم يونتس اللي هو بي اس اي في سكند. بي اس اي في سكند اللي هو نسميه رين بالنسبه لرينولدز، فاليونت اللي موجوده عندنا هنا هي فعليا مايكرو رين. التمبريتشر هنا بدجريز فهرنهايت. في عندنا شارت ثاني بالاس اي يونتس راح نطلع عليه كمان شوي. طيب بس عموما فكره الشارت اللي هنا في عندنا ديفرنت لاينز او ديفرنت كيرفز اللي شايفينها هنا هي بتمثل الديفرنت جريدز تبع الفيسكوستي. الجريدز تبع الفيسكوستي طبيعي كل ما كان الجريد نمبر اعلى معناته الفيسكوستي اعلى، الزيت سماكته اعلى. طيب فالتصنيف تبع الفيسكوستي اللي معتمد يعني وورلد وايد اللي هو تصنيف تبع الاس اي اي سوسايتي اوف اوتوموتيف انجينيرز، ففي عندهم جريدز معينه للزيوت اللوبريكانتس،
10 20 30 40 50 60 طبيعي، يعني في اصغر من 10 في 5 وفي 0 فعليا حاليا موجود. طيب هسه اهم شيء بدنا ننتبه له بالنسبه لهذه تشارت، تخيل كلكم بتعرفوا هذه المعلومه، انه قيمه الفيسكاستي بتعتمد بدرجه كبيره على التمبرتشر، يعني كل ما زاد التمبرتشر الفيسكاستي تبعتنا بتقل وبتقل بشكل كبير مع تغير التمبرتشر. طيب هسه الفيسكاستي يعني لما نكون مثلا عندنا قيمه معينه للتمبرتشر، هسه راح نشوف يعني كيف بنجيب قيمه التمبرتشر اللي راح نطلع على اساس قيمه الفيسكاستي. فبالمحصله عندنا قيمه معينه للتمبرتشر، عارفين الجريد تبع اللوبريكنت، فنطلع لحد ما يتقاطع نطلع قيمه الفيسكاستي. طيب بس هون بدنا ننتبه انه السكيل اللي عندنا هون ما هوش لينير سكيل، هو عباره عن لوغاريتميك سكيل، فيعني بدنا ننتبه كيف نقرا هذا السكيل. يعني مثلا هون خلينا نحكي 1 2 3 4 5 وانا صرنا 10، يعني اول شيء بدنا ننتبه انه يعني التدريج ما هوش لينير. طيب هسه بعد ال 10 2 اللي هون فعليا معناها 20، يعني 10 هاي 20 30 40 50 هون وصلنا ل 100، فاذا هذه راح تكون 200 300 وماشيين بهالطريقه. طيب هذا الشارت الاولاني اللي هو باليونتس تبع الفيسكاستي بالمايكرو رين. طيب هذا الشارت الثاني اليونت تبعته بالملي باسكال سكند، اللي هي فعليا اليونت اللي نستخدمها للفيسكاستي بالاس اي سيستم. تمبريتشر هون بالدجريز سلسيوس، نفس فكره الشارت اللي هناك، وتطليع بنفس الطريقه نفس الشيء، يعني لوغاريتمك سكيل. طيب بس فعليا انا ايش اللي انتبهت عليه، يعني جربت اطلع بعض القيم من هذا الشارت وهذاك الشارت واستخدم الكونفرجن فاكتور اللي فعليا حاط لكم اياه في النوتس. فعليا هذا الشارت ما هوش دقيق كثير، هسه فعليا في الاكزامبل اللي راح نشتغله اليوم اذا بدنا نعتمد على القيم تبعت هذا الشارت راح يكون عندنا ايرور كبير. فانا عموما بفضل الشارت هذا، الشارت هذا فعليا القيم اللي بيعطينا اياها ادق، فممكن نطلع القيمه من خلال هذا الشارت وبعد هيك نستخدم كونفرجن فاكتور ونطلع على اساس قيمه الفيسكاستي بالملي باسكال سكند. احنا فعليا هون راح نحل نستخدم الاس اي يونتس، بس زي ما حكيت لكم فعليا هذا الشارت لسبب ما مش مسوي له كونفرجن بشكل صحيح. طيب خلينا نشوف الشارت اللي بعده. هسه الشارت اللي بعده برضه بعطينا الفيسكاستي باليو اس كاستمر يونتس اللي هي مايكرو رين. طيب فيرسس تمبرتشر بالفهرنهايت. طيب بس هون ديفرنت كيرفز اللي عندنا بدل ما يمثلوا لنا اللي هي زيوت زي اس اي اي 10 20 30 بحكينا عن شيء بنسميه مالتي جريد لوبريكنتس. طيب هسه فعليا الكل حاليا مستخدم هذه اللي هي المالتي جريد. شو الادفانتج تبعت المالتي جريد لوبريكنتس زي مثلا 20 دبليو 30 20 دبليو 40 وهذا الحكي. طيب المشكله الاساسيه في الفيسكاستي زي ما شفنا انه الكيرف تبعت الفيسكاستي سلو تبعها كبير زي هيك، ففعليا زياده بسيطه في الحراره بتخلي الفيسكاستي تقل بشكل كبير. هذا الشيء فعليا ما هوش ديزيربل، يعني فعليا الشيء الاوبتيمم لو حدا بيقدر يصمم لوبريكنت ما تتغيرش الفيسكاستي تبعته مع درجه الحراره، يعني بضل الفيسكاستي تبعته ثابته بغض النظر عن درجه الحراره، هذا فعليا بيكون شيء اوبتيمم مش موجود لحد الان. اوكي طيب كان الهدف من المالتي جريد لوبريكنتس انهم يقللوا التمبرتشر ديبندنس، يعني بدل ما يكون عندنا سلوب عالي تتغير الفيسكاستي بشكل كبير مع التمبرتشر، هون بيحاولوا انه يقللوا سلوب. طيب شو الفائده من هذا الحكي؟ الفائده من هذا الحكي انه اللوبريكنت بصير مناسب انه نفس اللوبريكنت تضلك تستخدمه في مثلا في السيارات او في الماشينز في ظروف البرد الشديد في الشتاء وفي ظروف مثلا الحراره العاليه في الصيف. هسه المشكلة عادة في أي لوبريكنت، مثلا اللوبريكنت اللي موجود في إنجن السيارة، عادة المشكلة الكبيرة هي فعليا عند التشغيل، بسموها كولد ستارت. طيب فمثلا يعني لو كانت سيارة موجودة في مكان درجة الحرارة تبعته تحت الصفر، راح بداية الحركة تكون فيسكاستي عالي جدا، وفعليا ما فيش عندنا طبقة لوبريكنت تفصل الشافت عن البوشنج، فدائما في بداية التشغيل بيكون عندنا متل تو متل كونتاكت، فيعني بصير عندنا احتكاك وبصير عندنا تآكل. هسا لما تكون درجة الحرارة قليلة جدا اللوبريكنت بتكون لزوجته، يعني الفيسكاستي تبعته عالي جدا، فالفلو تبعه صعب، فيعني بياخذ فترة وقت عبين ما يبلش ترتفع درجة حرارته ويبلش يتحرك في السايكل تبعته.
طيب فلهذا السبب زي ما حكينا بهمنا عادة إنه ننقص السلوب. طيب فشو فكرة هذه المالتي جريد لوبريكنتس؟ فكرتها ببساطة كالتالي، مثلا لو حكينا 20، هسا الدبليو راح أحكي عنها كمان شوي، خلينا نحكي 20-50. 20-50 هو بالأصل لوبريكنت الجريد تبعته 20، أوكي؟ بيحطوا له اديتيفز، هذه الاديتيفز عبارة عن بوليمر بارتيكلز، هذه البوليمر بارتيكلز عبارة عن لونج تشينز بس إلها خاصية إنه على درجات الحرارة الواطية هذه التشينز تنكمش بتصير على شكل بارتيكلز، على درجات الحرارة تفرد بتصير على شكل تشينز أو خيوط. طبيعي إحنا بنحكي هون عن إشي صغير جدا مايكرو سكيل، عن البارتيكلز تبعت هذا البوليمر. طيب ففعليا شو اللي بيصير؟ على درجات الحرارة قليلة تنكمش بتصير كبارتيكلز فتمشي مع الفلو من غير ما تأثر على ثيوريتيكال فيسكوستي تبع اللوبريكنت. طبعا هسه لما ترتفع درجة الحرارة في الوضع الطبيعي انه الاشي او يعني اللوبريكنت لما ترتفع درجة الحرارة تبعته راح تقل الفيسكوستي تبعته بشكل كبير، فاحنا هون بدنا نقلل من الفيسكوستي ريدكشن. هذا الاشي بصير لما هذه البارتيكلز اللي هي عبارة عن بوليمرز تنفرد تبطل زي بارتيكل تصير زي تشينز زي خيوط. خلينا نتخيلها لما تكون هذه لونج بارتيكلز ماشيه مع الفلو تبع اللوبريكنت فعليا بتزيد الشير ريزيستنس تبعته، فيعني بتزيد فعليا اللزوجه مقارنه مع الوضع الطبيعي لو ما كانتش موجوده. هسه في كل الاحوال هي اللزوجه راح تقل مع زياده درجه الحراره، بس لو ما كانتش عندنا هاي الاديتيفز اللزوجه راح تقل بشكل كبير، مع وجود هذه الاديتيفز اللزوجه بتقل بدرجه اقل. طيب فيعني لما نحكي 20 50 50 يعني فعليا الفيسكوستي تبع هذا المالتي جريد ايكويفالنت للاس اي اي 50 عند درجه حراره 100، فيعني الريتنج تبع 50 عادة بيكون على درجة حرارة 100 سلسيوس مش 100 فهرنهايت. طيب ال 20 W معناته انهم ساووا تيستينج على درجة حرارة اقل من صفر، فيعني فعليا الرقم الاول بيكون كورسبوندينج للفيسكوستي عند درجة حرارة اقل من صفر. طيب فهذا اللي هو بسموه مالتي جريد، كمان مرة مناسب يعني انك تستخدمه في السيارة خلال يعني السنة كاملة، ما بتحتاج انك تغير بشكل عام ما بين الصيف والشتاء. وفعليا هون انا بلاحظ كثير بيكون عندهم مسكونسبشن، يعني لما يحكوا لك 20W40 او 20W50 بيحكي لك يعني ال 20 تبعت الشتاء وال 50 تبعت الصيف، طبيعي هذا الحكي غلط 100%. انجن تبع السيارة سواء في الشتاء او في الصيف بيكون شغال على درجة حرارة عالية لما يعني يوصل لستيدي ستيت تمبرتشر، يعني يكون شغال على درجة حرارة قريب من 90 درجة سواء شتاء او صيف. ففعليا يعني لو الانجن شغال سواء شتاء او صيف الفيسكاستي اللي بتفرق معانا اللي هو هذا الرقم. الفرق بيكون بس في حالة الكولد ستارت، يعني الكولد ستارت في الشتاء ممكن يكون عندك درجة حرارة قليلة اقل من صفر، في الصيف الكولد ستارت مثلا عندك درجة حرارة بحدود 20. بس يعني فعليا متى ما اشتغل الانجن هو راح يكون شغال على درجة حرارة عالية، وفعليا هذه هي الفيسكوستي جريد الأساسية للانجن اللي شغال. طيب بعد ما تعرفنا على لوبريكنتس كنبذة بسيطة وعلى الفيسكوستي خلينا نرجع لهم. طيب غير عن التشارتس اللي موجودة عندنا، في عندنا كمان في الكتاب تيبل، هذا التيبل من خلاله ممكن نطلع قيمة الفيسكوستي بشكل أدق من استخدام تشارتس. هذا التيبل فعليا لقيم الفيسكوستي اللي في فيجر 12 اللي هو أول واحد. طيب فهو عبارة عن كيرفت إيكويشن، هي موجودة هون، هذه هي الكيرفت إيكويشن، فممكن نستخدم هذه الإيكويشن عشان نحسب الفيسكاستي بدل ما نستخدم الشارت. طبيعي هون راح يعطينا قيمة الفيسكاستي بالمايكرورين زي هناك، وهذه هي الكونستانتس اللي بدنا نستخدمها في الإيكويشن على حسب الأويل جريد، وبنعوض هون بالإيكويشن درجة الحرارة بالفهرنهايت. طيب يعني هذا التيبل بدك تستخدمه بالفهرنهايت، مش موجود التيبل نفسه حتى في كتابنا الحالي، مش موجود عندنا تيبل نقدر نستخدمه اذا بدنا نشتغل بالسلسيوس. طيب بالمحصله بعد ما شفنا كيف ممكن نطلع الفيسكوستي بناء على درجه حراره معينه، هسه انا بننتبه لنقطه مهمه جدا.
في الرينولدز ايكويشن زي ما حكينا احد الاسامبشنز تبعت رينولدز كانت انه الفيسكوستي ثابته، يعني خلال السايكل تبعتها الفيسكوستي ثابته. خلال السايكل تبعتها يعني الفيسكوستي ثابته، يعني هذا ايش بيستلزم؟ انه التمبرتشر تكون ثابته. في الواقع التمبرتشر ما بتضلش ثابته، يعني لما يدخل اللوبريكنت بيكون على درجه حراره قليله اللي هي الانلت تمبرتشر، لما يمر من خلال البيرنج بصير له شيرنج، نتيجه هذا الفريكشن بصير عندنا هيت جنريشن ترتفع درجه حرارته، ففعليا الفيسكاستي تبعته بتغير، التمبرتشر تبعته بتغير. طيب بما انه عندنا تمبرتشر متغيره، هسه لما بدنا نستخدم سولوشن هون تبع ريموندي اند بويد او اي سولوشن ثاني، فعليا يعني احنا في عندنا تمبرتشر على الانلت، في عندنا تمبرتشر مختلفه على الاوتلت. واحنا عادة هون عشان نشتغل بناخذ الافريج تمبرتشر اللي هي الافريج ما بين انلت والاوتلت، فبنحكي الافريج تمبرتشر بتساوي تي 1 او مرات نسميها تي اس اللي هي الانلت تمبرتشر. لاحظ يعني انه كل هاي التمبرتشرز مش معروفه بالنسبه لنا لحد الان. طيب الانلت تمبرتشر زائد دلتا تي، دلتا تي مقدار ارتفاع الحراره ما بين الانلت والاوتلت. طيب هسه الافريج تمبرتشر هي اللي على اساسها بنطلع الفيسكوستي ونعوضها في السمر فيلد نمبر عشان نطلع كل المعلومات اللي بدنا اياها. بس فعليا احنا مش عارفين لا الافريج تمبرتشر ولا الانلت تمبرتشر ولا تمبرتشر رايز. ففعليا السولوشن تبعنا دائما بده يكون مبني على اسامبشن. فبنفترض مثلا قيمه معينه للافريج فيلم تمبرتشر، هذه الاسامبشن تبعتنا في البدايه. طبيعي بنفترضها يعني بشكل منطقي بناء على الاكسبيرينس، شو درجات الحراره المتوقعه في البيرنجز. فبنفترض قيمه معينه للافريج فيلم تمبرتشر، على أساس هنطلع الفيسكاستي من التشارتس، نحسب السمر فيلد نمبر، وبعد هيك نروح نطلع بقية المعلومات اللي محتاجينها على أساس نساوي الاناليسيس تبع البيرنج الموجود عندنا. طيب هسا فعليا احنا بنفترض قيمة معينة درجة حرارة، على أساس هنطلع الفيسكاستي ونكمل. هسا نطلع مثلا كاوتشن فريكشن، على اساسه ممكن نحسب الهيت جنريشن، فوقتيها ممكن نرد نحسب شو درجه الحراره اللي ممكن نوصلها بناء على الهيت جنريشن، اكيد راح تطلع مختلفه عن الشيء اللي احنا افترضناه هون. ففعليا السولوشن هون دائما بيكون عباره عن اتريتيف سولوشن، يعني بدنا نستخدم ترايل اند ايرور، نفترض درجه حراره معينه ناخذها نحل على اساسها، نشوف شو درجه الحراره اللي بتطلع معانا بناء على الحسابات، بنرد نسوي ابديت للقيمه اللي اشتغلنا عليها في الاول، نسوي كمان اتريشن لحد ما يصير عندنا كونفرجنس. طيب هذا الحكي هسه راح نشوفه من خلال الاكزامبل اللي راح نطلع. طيب بالمحصله افترضنا درجه الحراره، على اساسها طلعنا الفيسكاستي، حسبنا السمر فيلد نمبر. هسه بدنا نروح على التشارتس اللي عندنا اللي هي ماخذينها من ريموندي اند بويد، وفي كثير شغلات ممكن نطلعها من خلال هذه الشارتس. طيب قبل ما نبلش نطلع على الشارتس اللي عندنا، خلينا نطلع على هذه الرسمه اللي بتورجينا النوتيشن اللي راح تكون مستخدمه عندنا. طيب فمفترضين هاي عندنا جورنال بيرنج، هاي البوشنج، وفي عندنا طبيعي هون بطبيعه الحال البريكنت. البيرنج تبعنا بلف بهذا الاتجاه زي ما شرحت المحاضره الماضيه، لما يبلش يلف بهذا الاتجاه ببلش يسحب معه اللوبريكنت، فبنحشر هون في الشيء اللي زي النازل. ففعليا راح يكون عندنا بريشر في هذه الجهه اعلى من بريشر في هذه الجهه، فلهذا السبب بدفع الجورنال بحيث انه يكون المنطقه اللي فيها المينيمم فيلم ثيكنس على هذه الجهه، جهه الشمال، مع انه فعليا بلف بهذا الاتجاه. طيب خلينا نطلع على النوتيشن اللي عندنا. فالمنطقه اللي فيها المينيمم فيلم ثيكنس او قيمه المينيمم فيلم ثيكنس نسميها اي نوت. طيب المسافة ما بين السنتر تبع الجورنال والسنتر تبع البوشنج، هاي المسافة نسميها الاكسنتريسيتي، وفعليا مجموع الاكسنتريسيتي زائد المينيمم فيلد ثيكنس بيعطينا مقدار الكليرنس. طيب عرفنا برضو بطبيعة الحال شيء سميناه اكسنتريسيتي ريشيو، هسا راح نرد نشوفه من خلال الشارتس اللي عندنا. طيب هسا غير هيك، وين النقطة بالضبط أو الزاوية بالضبط اللي بيكون عندها المينيمم فيلد ثيكنس؟ هذه الزاوية طبيعي من العمودين نقيسها، هاي الزاوية نسميها فاي، وبرضه من خلال التشارتس غير انه بنقدر نطلع قيمة المينيمم فيلم ثيكنس والاكسنتريسيتي، برضه ممكن نطلع قيمة الزاوية فاي ونعرف بالضبط وين اللوكيشن اللي في المينيمم فيلم ثيكنس. طيب غير هيك شايفين على الرسمة البريشر ديستريبيوشن، هذا فعليا البريشر ديستريبيوشن اللي هو الهيدروديناميك بريشر اللي تولد نتيجة انه فعليا الجورنال بيسحب معه اللوبريكنت وقاعد بحشره في الويد شيب ريجن الموجودة. طيب فبلش يعني اسمه البريشر بيزيد لحد ما يوصل قيمه معينه ماكسيم بريشر. فعليا هون لاحظ انه اللوكيشن او الزاويه اللي عليها ماكسيم بريشر فعليا قبل النازل. طيب
فمن الشغلات اللي راح نطلعها من التشارتس على سبيل المثال راح نطلع قيمة الماكسيمم بريشر، هاي معلومة مهمة. طيب وبرضه راح نطلع الزاوية اللي بيكون عندها الماكسيمم بريشر اللي هي مسمينها ثيتا بي ماكس. طيب بعد هيك البريشر بقل لحد ما يوصل زيرو. معلومة ثانية بتهمنا وراح نطلعها من التشارتس اللي هي الزاوية اللي بينزل عندها الهيدروديناميك بريشر للزيرو. فعليا ليش بتهمنا هذه الزاوية؟ فعليا هذه الزاوية بتهمنا عشان استمرار البوشنج بعد هذه الزاوية فعليا ملوش أي أهمية. يعني فعليا احنا لو وقفنا البوشنج لحد هنا اوكي، بما انه نغطي كامل الريجن اللي عليها الهيدروديناميك بريشر بالنسبه لنا من ناحيه الاناليسيس هو عباره عن فول بيرنج. يعني احنا هون لما نحكي احنا بنتعامل او يعني التشارتس اللي عندنا بتغطي بس الكيس تبع الفول بيرنجز. بس الفول بيرنج مش شرط انه يكون البوشنج بحيط بجورنال 360 درجه. فعليا يعني لو كان بحيطه بقدر كافي انه يغطي كامل المنطقه اللي فيه الهيدروديناميك بريشر، ومثلا هون كان عندنا كونتينر او اي شيء زي ما راح نشوف كمان شوي، بالنسبه لنا هو عباره عن فول بيرنج ونقدر نحل باستخدام التشارتس اللي موجوده عندنا. طيب بعد ما تعرفنا على النوتيشن خلينا نطلع على التشارتس اللي عندنا. مجموعه من التشارتس معطاه من خلال فيجرز من 12 16 وطالع. طيب خلينا بعدين نطلع على الفيجرز اللي عندنا ونشوف شو المعلومات اللي ممكن نطلعها منها. هسه فعليا مجموعه الاكزامبلز اللي هون انا مش راح امشي عليهم، هي مجرد اكزامبلز كيف تطلع معلومات من الفيجرز. فيعني راح نطلع على الفيجرز، كل واحد فيكم يجرب الاكزامبلز هذه يتاكد انه بيقدر يطلع من التشارتس قيم صحيحه. طيب خلينا نبلش نطلع على الفيجرز او التشارتس اللي عندنا. اول واحد 12 16 اللي هو هذا. طيب هذا التشارت شو بعطينا؟ طبيعي كل التشارتس اللي عندنا دائما زي ما حكينا على الاكس اكسس اللي هو سمر فيلد نمبر اللي هو برضه بنسميه بير كاركترستيك نمبر، زي ما حكينا هو عباره عن نان دايمنشنال كوانتيتي، وكل التشارتس اللي عندنا نان دايمنشنال. فيعني نقدر نستخدم تشارتس بغض النظر شو الاكشوال دايمنشنز شو السيستم يونتس اللي احنا عم نستخدمه. طيب في عندنا هون سمر فيلد نمبر، لاحظوا اول شيء انه سكيل تبع سمر فيلد نمبر على الاكس اكسس ما هوش لينير، عباره عن لوغاريتميك سكيل. طيب في عندنا بشكل عام معظم التشارتس راح نشوف فيها فور كيرفز، واحد بيمثل انفينيتلي لونج سوري انفينيتلي لونج بيرنج اللي هو يعني ميزه هون ال على دي بتساوي انفينيتي، ال اللي هو اللينث تبع البوشنج ودي اللي هو الدايمتر تبع الشافت. طيب فهون ال على دي انفينيتي اللي هو انفينيتلي لونج بيرنج اللي هو ما وصلش فيه سايد فلو اللي هي الايكويشن الاولانيه تبعت رينز. طيب هذول الثري كيرفز بيمثلوا لنا فاينايت لينث بيرنجز، ومعطينا من خلال هذه تشارتس كلها ثلاث قيم مختلفة للال على دي ريشيو. هذه ال على دي بتساوي واحد يعني اللينث بيساوي الديامتر، هنا ال على دي بيساوي نص، وهنا ال على دي بيساوي ربع. طيب اذا بناء على اللينث تبع البوشنج الديامتر تبع الشافت فنختار الكيرف المناسب. غير هيك طبيعي بيكون عندنا المعلومات عشان نحسب السمر فيلد نمبر، منها جيومتري سرعه الدوران البريشر كل هاي المعلومات، وبطبيعه الحال الفيسكوستي اللي هي مبدئيا احنا مطلعينها بناء على اسامبشن معينه لقيمه التمبريتشر. طيب ببساطه بناء على قيمه السمر فيلد نمبر نطلع لحد ما نتقاطع مع الكيرف المناسب، ودائما على الواي اكسس نطلع القيمه بالنهايه. طيب خلينا نشوف شو القيم اللي بيعطينا من خلال هذا الشارت. على هذه الجهه بيعطينا المينيمم فيلم ثيكنس فاليو. المحصله احنا بدنا نطلع مينيمم فيلم ثيكنس اتش نوت. بس زي ما حكينا الشارتس نان دايمنشنال بشكل كامل، فمش راح يعطينا هون المينيمم فيلم ثيكنس بحيث انه يكون له يونتس بالانش ولا بالمليمتر ولا بالمتر. فيعني دائما بيقسم الفاريبل اللي على الواي اكسس بقسمه على كوانتيتي ثانيه الها نفس اليونتس بحيث انه يكون نان دايمنشنال. طيب فهذا نسميه مينيمم فيلم ثيكنس فاريبل. شو هو؟ عباره عن اتش نوت على قيمه الكليرنس سي. فببساطه احنا اللي بنطلعه من هون اللي هو الفاريبل اتش نوت على سي عشان نحصل على قيمه اتش نوت نضرب في قيمه سي. فيعني لو ضربنا قيمه الكليرنس بالمليمتر بيطلع معنا اتش نوت بالمليمتر، ضربنا قيمه سي بالانش بيطلع معنا بالانش، وبهذه الطريقه. طيب اذا على هذه الجهه اللي هي اتش نوت على سي
على الجهة الثانية هي eccentricity ratio. لاحظ eccentricity ratio ببساطة هي الانفيرس تبعت هاي، يعني لاحظ لما هاي تكون 0.8 هاي راح تكون 0.2، يعني هون بنشيل من 1 ل 0 كريشيو، وهون بنشيل من 0 ل 1. طيب اذا بدنا منهم فيلم ثيكنس بشكل مباشر نطلع من هنا ونضرب هاي في سي، اذا بدنا الاكسنتريسيتي فعليا ابسلون او يعني اي الصغيره، فنطلع من هنا ابسلون وبرضه نضربها في سي بحسب الايكويشن اللي عندنا، فبيطلع معنا قيمه الاكسنتريسيتي. احنا بشكل عام اللي بيهمنا بالدرجه الاولى اللي هو المينيمم فيلم ثيكنس، زي ما انتم متذكرين لما حكينا على سبيل المثال على الترامبلر كرايتيريا في عندنا ليميتيشن على مينيمم فيلم ثيكنس، فلهيك دائما مهتمين نحسب قيمه المينيمم فيلم ثيكنس. طيب هذا بالنسبه لهذا شارت، تلاحظ احنا في عندنا هنا كمان هذول الخطوط المتقطعه. هذول الخطوط متقطعه بيعطونا زي جايدنس للديزاين، يعني فعليا بحكي لك اذا بدك تساوي ديزاين لبيرنج بحيث انه يتحمل اكبر قيمه من الراديال لود، الراديال لود اللي بنسميه دبليو، فبدك تكون النقطة تبعتك قريبة من هذا الخط المتقطع. يعني مثلا لو كنا شغالين على ال على دي بتساوي 1، فهاي الخط المتقطع هاي الكيرف تبع الواحد، فعليا هاي النقطة او هاي القيمة من السمر فيلد نمبر هي بتعطينا الاوبتيمم بيرفورمانس بحيث انه يتحمل اكبر قيمة من اللود. طيب هذا الكيرف بيحكي لنا كيف ممكن نوصل لاقل قيمه ممكن من الكوفيشنت فريكشن، فعليا كل ما كان الكوفيشنت فريكشن اقل بيكون الهيت جنريشن اقل، وبالتالي اللوس اللي بصير عندنا نتيجه الهيت جنريشن راح يكون اقل. طيب فاذا بدنا مينيمم فريكشن فعليا بدنا نكون قريبين من نقاط التقاطع مع هذا الخط المتقاطع. طيب هي اول كيرف عندنا اللي هو زي ما حكينا نطلع من خلاله بالدرجه الاولى قيمه المينيمم فريم ثيكنس. شوف الكيرف اللي بعده، الكيرف اللي بعده بيعطينا الانجلر بوزيشن اللي بيكون عنده المينيمم فيلم ثيكنس اللي هو زي ما شفنا معرف على الرسمه اللي هي الزاويه فاي بالديجريز، فهي موجوده هنا على الواي اكسس، نفس الشيء دائما على الاكس اكسس اللي هو البيرنج كاركترستيك نمبر. في عندنا فور ديفرنت كيرفز بيمثلوا لنا فور ديفرنت ال على دي ريشيوز اللي هي بطبيعه الحال انفينيتي 1.5 و4. طيب نشوف الفيجر اللي بعده. طيب الفيجر اللي بعده بيعطينا الكوفيشنت فريكشن، بس مش معطينا الكوفيشنت فريكشن بشكل مباشر، معرفين لنا شيء بسموه كوفيشنت فريكشن فاريبل. الكوفيشنت فريكشن فاريبل اللي هو ار على سي مضروب في الكوفيشنت فريكشن. هسا عموما هو الكوفيشنت فريكشن لحاله هو اصلا نان دايمنشنال، وهنا عندنا ار على سي فيعني ستيل نان دايمنشنال كوانتيتي، ففعليا الرقم او القيمه اللي بنطلعها من هنا بطبيعه الحال مش راح ناخذها زي ما هي ونحكي هاي الكوفيشنت فريكشن، بدنا نضربها في سي على ار، فلما نضربها في سي على ار بيطلع معنا قيمه الكوفيشنت فريكشن. طيب فنفس الفكره في عندنا ديفرنت كيرف مثلوا لنا ديفرنت ال على دي ريشيوز، هنا برضو بدنا ننتبه بالنسبه للواي اكسس، الواي اكسس هنا برضو له لوغاريتمك سكيل، فيعني فعليا اول شيء السبيسز ما هيش يونيفورم بما انه بنطلع على لوغاريتمك سكيل، ثاني شيء بدنا ننتبه مثلا هذه 10 فاثنين اللي بعدها راح تكون 20، هذه 100 فاثنين اللي بعدها راح تكون 200 بهذه الطريقه. طيب الشغله الثانيه برضو بدك تنتبه لعدد التدريجات اللي موجوده، يعني مرات تختلف ما بين واحده والثانيه، مثلا هنا ما بين العشرة والعشرين احنا واحده اثنتين ثلاثه اربعه، فبيسكلي كل واحده اثنين، يعني هنا 10 12 14 بهالطريقه. طيب الكيرف اللي بعده يعطينا او يعني ممكن نطلع من خلاله كميه الفلو اللوبريكنت فلو. هسه اللوبريكنت فلو زي ما حكينا الجورنال بيسحب اللوبريكنت معه، فيعني جزء بمر من خلال المنطقه الصغيره اللي هي فيها المينيمم فيلم ثيكنس، واذا كان اللينث فاينايت لينث برضه جزء من الفلو بيطلع من الجوانب، فاحنا هون نحكي عن التوتال فلو. طيب هسه على الاكس اكسس زي كل مره سمر فيلد نمبر، عندنا ديفرنت كيرفز مثلنا ديفرنت ال على دي ريشيوز انفينيتي 1.5 و4. طيب هسه هنا بده يعطينا فلو ريت، زي ما احنا عارفين فلو ريت مثلا ممكن يكون اليونت تبعته متر مكعب بير سكند او مليمتر مكعب بير سكند في الاس اي سيستم. طيب ف
زي كل التشارتس ما بحطش عندنا هون شيء يكون له يونتس او دايمنشنز، دائما نستخدم نون دايمنشنال فاريبل. طيب هون نعرف ايش نسميه فلو فاريبل. شو هو الفلو فاريبل؟ كيو اللي هو فلو ريت، اليونت تبعته مثلا ممكن تكون متر مكعب بير سكند، نقسمها على ار radius تبع الشافت، في سي الكليرنس، في ال اللي هو اللينث تبع البوشنج. يعني لاحظها ار في سي في ال، ممكن يعني نستخدم هاي مليمتر 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 او متر متر متر. طيب وان طبيعي الانجلر فيلوسيتي، وزي ما حكينا في سمر فيلد نمبر قيمه الانجلر فيلوسيتي دائما نعوضها بريفولوشنز بير سكند، يعني واحد على سكند. طيب ففعليا هذا عباره عن نون دايمنشنال كوانتيتي بنطلعها من هون. هسه عشان نطلع قيمه الفلو ريت نضرب في R في C في L في N. إذا أخذنا R و C و L بالمليمتر فراح يطلع معانا بالمليمتر كيوب بير سكند. طبيعي N اليونت تبعها واحد على السكند، إذا عوضناهم بالمتر فراح يطلع عنا متر كيوب بير سكند. طيب هذا بالنسبة لفلو فاريبل اللي من خلاله زي ما حكينا ممكن نحسب قيمة الفلو ريت. طيب نيجي هسا لسايد فلو ريشيو. طيب الفلو بالنسبة لإنفينيتلي لونج بيرينجز بيكون يعني مجرد فلو من خلال المنطقة اللي فيها مينيموم فيلم ثيكنس، ما بصيرش عندنا سايد فلو. طيب هسا اللي بيكون عندنا فاينايت لينث جزء من الفلو بمر من خلال المنطقة اللي فيها المينيموم فيلم ثيكنس، وفعليا جزء كبير بيطلع من الجوانب على طول. طيب فهذا بيعطينا السايد فلو، بس بيعطينا اياه برضو كريشيو عشان يكون نان دايمنشنال. فالفلو ريشيو اللي هي كيو اس على كيو، يعني سايد فلو على التوتال فلو كيرف ريشيو. فنفس الفكره هون عندنا سمر فيلد نمبر، نختار الكيرف المناسب ونطلع الفلو ريشيو اللي هي سايد فلو على التوتال فلو. بطبيعه الحال هون عندنا بس الكيرفز تبعت الواحد نص وربع بالنسبه لل على دي ريشيو، عشان هذه هي الحالات اللي فيها سايد فلو. لما يكون عندنا انفينيت لينث السايد فلو ما فيش عندنا سايد فلو، قيمته زيرو. فعليا يعني هون بحكي لك لما تكون ال على دي انفينيتي كانه هذا الكيرف، يعني ما فيش عندنا سايد فلو، سايد فلو زيرو. طيب هون في عندنا بس هذول 3 كيرفز، ففعليا عشان نطلع كميه السايد فلو في الاول نحسب كميه التوتال فلو. بنطلع هذه اللي هي فلو ريشيو نضربها في التوتال فلو فبطلع معنا السايد فلو. طيب نيجي للكيرف اللي بعد هيك فيجر 12-21. هذا فعليا من خلاله ممكن نطلع قيمة الماكسيموم بريشر، زي ما حكينا في عندنا بريشر ديستريبيوشن في زاوية معينة عليها ماكسيموم بريشر، فقيمة الماكسيموم بريشر راح نطلعها من خلال هذا الشارت. نفس الشيء بيرنج كاركترستيك نمبر. طيب هنا بده يعطينا قيمة الماكسيموم بريشر، بس أكيد راح يعطينا إياها كنان دايمنشنال كوانتيتي، في معطيني إياها أز ريشيو. شو الريشيو اللي معرف لنا إياه هنا؟ معرف لنا قيمة البريشر على بي ماكس. هسا البريشر هون اللي هو فورس بير بروجكتد اريا، يعني الفورس تقسيم البروجكتد اريا اللي هي الدايمتر مضروب في اللينث، هاي قيمة البريشر. طيب اذا عندنا هون ريشيو بي على بي ماكس، يعني فبالمحصلة نحسب السمر فيلد نمبر نتقاطع مع الكيرف المناسب ونطلع هذا الريشيو. بس لاحظ هذا الريشيو بي على بي ماكس، يعني هي ريشيو اقل من واحد. احنا لما يكون بدنا بي ماكس فعليا هذه بدنا ناخذ الانفرس تبعها في الاول عشان تصير بي ماكس على بي، وبعد هيك نضربها بقيمه البريشر اللي موجود عندنا هون. يعني طبيعي حاط بي اس ار بي اس ار، بس يعني هي نان دايمنشنال. طيب فبعد ما نطلع بي على بي ماكس ناخذ الانفرس تبعها، فصار عندنا بي ماكس على بي، نضربها في قيمه البريشر اللي احنا حاسبينها مثلا بالميجا باسكال، فبيطلع معنا قيمه الماكسيمم بريشر بالميجا باسكال. طيب الشارت اللي بعد هيك بيحدد لنا الانجلر بوزيشنز اللي بيكون عليها الماكسيمم بريشر والانجلر بوزيشن اللي بصير عليه التيرمينيشن البريشر، او يعني بينزل البريشر للزيرو الهيدروديناميك بريشر. طيب فهنا فعليا عندنا مجموعتين من الكيرفز، يعني الكيرفز تبع انفينيتي واحد ونص وربع، في عندنا مجموعتين عشان فعليا هون بدنا نطلع معلومتين من خلال هذا الشارت. طيب شو هم المعلومتين اللي بدنا نطلعهم؟ على هذه الجهة راح نطلع termination position of film اللي هي theta p0،
اللي هي يعني الزاوية اللي بيكون البريشر نزل لزيرو بنطلعها من هنا، هي عندنا من صفر لحد 100 ديجري. بالنسبة للزاوية اللي بيكون عليها الماكسيموم بريشر بنطلعها من هذه الجهة، فالزاوية اللي عليها ماكسيموم بريشر هي ثيتا بي ماكس برضو بالديجريز من صفر لحد 25. طيب هو مجموعتين كيرفز عشان نميزهم عن بعض، تبعت الكيرف اللي تمثل لنا terminating position فيها نقاط مفرغة، الكيرف اللي تمثل لنا الماكسيمم بريشر بوزيشن النقاط تبعتها مليانة. طيب هذه الكيرفز اللي فيها نقاط سوداء نستخدمها على هذه الجهة عشان نطلع قيمة بي ماكس، الكيرفز اللي فيها نقاط مفرغة نستخدمها على هذه الجهة عشان نطلع قيمة ثيتا بي زيرو. وكل واحدة من هذولا زي ما احنا شايفين في عنا انفينيتي، في عنا واحد، في عنا نص، وفي عنا ربع، ونفس الاشي بالنسبة لهذول، هاي انفينيتي واحد ونص وربع. طيب هيك اطلعنا على مجموعة التشارتس اللي عنا اللي من خلالها نطلع كل المعلومات اللي بدنا اياها. برجع باكد هذه الاكزامبلز هي مجرد بتكون تطلع معلومات من التشارتس، فيعني بنصح كل واحد انه يشتغل هذه الاكزامبلز ويتاكد انه بيقدر يطلع معلومات من التشارتس بشكل صحيح. طيب نيجي هسه لفكره لوبريكنت تمبرتشر رايز. احنا زي ما حكينا في البدايه اصلا لما بلشنا نحسب بدانا نحسب بناء على اسامبشن للتمبرتشر، وبناء عليها من نحسب السمر في النمبر ونطلع المعلومات اللي بدنا اياها. طيب الهدف انه بالمحصله نعرف الاكشوال تمبرتشر، لما نعرف الاكشوال تمبرتشر وقتها نطلع يعني المعلومات الفعليه الحقيقيه. طيب فهنا بدنا نكون فاهمين الفكره انه اللوبريكنت لما يجي يدخل على البيرنج بيكون عند اقل درجه حراره له اللي هي T1 او TS، لما يمر من خلال الجورنال بيتعرض للشيرنج ترتفع درجه حرارته. هسه بيطلع على خلينا نحكي كونتينر، اوكي، بيفقد حرارته للمحيط تبعه وهو موجود في هذا الكونتينر، بعدين بيرد يدخل على درجة حرارة أقل من اللي طلع عليها. طيب هسا في بداية تشغيل أي بيرنج بتضل ترتفع درجة الحرارة لحد ما نوصل لـ steady state conditions. في steady state conditions وإحنا دائما الأناليسيس بنسويه هنا هي الأناليسيس تبعت steady state conditions. في steady state conditions اللي بيصير انه الهيت جنريشن اللي بيصير بسبب الشيرنج الفريكشن تبع اللوبريكنت راح يكون مساوي للهيت لاس اللي بيصير للانفايرمنت. طيب فبناء على هذه الفكره تبعت ستيدي ستيت اناليسيس انه يعني في عندنا هيت جنريشن ايكوال للهيت لاس، فبناء عليها ممكن نحسب مقدار التمبرتشر رايز كالتالي. طيب ف هذه الايكويشن ممكن تشوفوا الدريفيشن تبعها في الكتاب اذا مهتمين فيها. طيب عموما الهدف من هذه الايكويشن انه نحسب قيمه التمبرتشر رايز، يعني قديش ارتفعت درجه حراره اللوبريكنت من حد ما دخل بلش يتعرض للشيرنج لحد ما طلع ودخل على الكونتينر او السامب عشان يتبرد. طيب 0.12 كونستنت معين راح نحكي عنه كمان شوي، مضروب في دلتا تي بالدجري سلسيوس اللي هي مقدار ارتفاع درجه الحراره ما بين انلت والاوتلت على قيمة البريشر اللي هو فورس على بروجكت الاريا. طيب هذه بتساوي ار في سي على اف. طيب ار في سي على اف اللي هو الكوفيشنت فريكشن فاريبل اللي حكينا بنطلعه من التشارتس. طيب بس عموما ار في سي نان دايمنشنال ريشيو يعني بيلغوا بعض. طيب ففي عندنا هون في البسط ايش؟ في عندنا قيمة الكوفيشنت فريكشن، هذا شيء منطقي، يعني كل ما كانت قيمة الكوفيشنت فريكشن أعلى معناته راح ترتفع درجة الحرارة بشكل أكبر. طيب شوفي عندنا في المقام، عندنا في المقام two quantities. أول شيء هذا كمية flow rate، بس طبيعي هنا كاتبينها اللي هي flow rate variable زي ما هي مكتوبة في chart اللي هي Q على R في C في L مضروب في angular velocity اللي بلف عليها الجورنال بطريقة الحالب revolutions per second. طيب ففي عندنا هون الفلو ريت بالمقام، اكيد كل ما كان الفلو ريت اكبر، اوكي، بمر كميه اكبر من اللوبريكنت، فنتيجه الشيرنج مش راح ترتفع درجه حراره هذا اللوبريكنت بشكل كبير عشان عندنا كميه كبيره من اللوبريكنت، فزي ما احنا شايفين موجوده عندنا هون في المقام. الشيء الثاني اللي موجود عندنا هون اللي هي الريشيو تبعت السايد فلو، فواحد ناقص
نص كيو اس على كيو اللي هي الريشيو تبع السايد فلو. طيب هسه لما نطلع هذا الايكويشن يعني ان ار في سي على اف، في عندنا تشارت بنطلعها من خلاله، كيو على ار سي ان ال في عندنا تشارت بنطلعها من خلاله، وبرضه هاي في لها تشارت. طيب ففعليا هذه الايكويشن اللي احنا بنستخدمها عشان نسوي اتريشن ونطلع فعليا الاكشوال تمبريتشر رايز والاكشوال افريج فان تمبريتشر اللي حكينا عنها. طيب بس بما انه يعني هون احنا بدنا نسوي اتريشنز، يعني لاحظ كل اتريشن بدنا نروح على 3 تشارتس عشان نطلع ار سي على اف، طلع هاي طلع هاي، يعني لما ناخذ اول اسامبشن للافريج فان تمبريتشر بنيجي نطلع ونحسب بيطلع معنا هون قيمه لدلتا تي. هسه هاي القيمه من خلالها ممكن نحسب الافريج فان تمبريتشر ونقارن مع القيمه اللي عندنا، اكيد راح تكون مختلفه وبدنا نضلنا نسوي اتريشن لحد ما يصير عندنا كونفرجنس. طيب عشان يسهلوا علينا بالكتاب بدل ما نروح على 3 charts جمعوا هذول 3 charts من خلال chart واحد اللي هو فيجر 12-24. فالقيمه او القيم راح نطلعها من فيجر 12-24 اللي هي ببساطه هذه القيمه، يعني فعليا قيمه محسوبه من 3 charts اعطونا اياها من خلال فيجر 12-24. ففيجر 12-24 بيعطينا هذه القيمه جاهزه من غير ما نضطر نستخدم 3 charts. خلينا نطلع على الفيجر اللي عندنا. طيب هذا الفيجر اللي عندنا هنا. طيب على الاكس اكسس اللي هو السمر فيلد نمبر. طيب في عندنا هنا 3 كيربس، هذول 3 كيربس بيمثلوا لنا ال على دي ريشيو 1، ال على دي نص، وال على دي ربع. طيب على الواي اكسس اللي هي 0.12 دلتا تي بدجري سيلسيوس على بي اللي هو pressure force على projected area بالميجا باسكال. طيب هسه فعليا هذه الكوانتيتي اللي موجوده عندنا هون على الواي اكسس زي بقيه التشارتس كلها، هي عباره عن نون دايمنشنال كوانتيتي. هسه فعليا يعني لما نطلع عليها بجوز ما نميزش انها نون دايمنشنال كوانتيتي، عشان هون شايفين ديجريز سيلسيوس وهون عندنا ميجا باسكال، فيعني كيف ديجريز سيلسيوس على ميجا باسكال صارت نون دايمنشنال. فعليا الرقم اللي هون هو يعني مش مجرد نون دايمنشنال نمبر، فعليا هذا الرقم إلو يونتس، فبالمحصلة اليونتس اللي عندنا في البسط والمقام كانسلز اوت. طيب بما انه عبارة عن نون دايمنشنال كوانتيتي فبالتالي ممكن نستخدمها بغض النظر عن سيستم يونتس، يعني إذا احنا هون طبيعي نستخدم سيستم يونتس بديجري سيلسيوس راح ناخذ هذه الإيكويشن، أو إذا بدنا نستخدم الفهرنهايت راح ناخذ هذه الإيكويشن وقتها دلتا تي راح تكون بالفهرنهايت والبريشر بيكون بالبي اس اي. يعني بالمحصلة احنا لما نطلع القيمة اللي هنا مثلا 5 شو بنساوي فيها؟ احنا بدنا temperature rise دلتا تي بالدجري سيلسيوس، فنضربها اول شيء بقيمه البريشر بالميجا باسكال نقسمها على 0.12 فبيطلع معنا مقدار temperature rise. طيب فهذه الكيرفز، وبرضه هون عشان اذا بدنا دقه اكثر معطينا كيرف فيت ايكويشنز، ممكن نستخدم الايكويشن اللي هون عشان نطلع القيمة بدل ما نطلعها من chart. فهاي الإيكويشن تبعت ال على دي واحد، ال على دي نص، ال على دي أربعة. طيب هون ننتبه لشغلة مهمة اللي هو فعليا ما فيش عندنا كيرف تبع ال على دي انفينيتي. طيب ما فيش عندنا كيرف تبع ال على دي انفينيتي، السبب ببساطة إنه إحنا لما نفترض إنه length انفينيتي ففعليا كمية الفلو أو الفلو ريت تبعنا انفينيتي. فبما انه عندنا انفينيت فلو فعليا مهما صار هيت جنريشن مش راح ترتفع درجه حراره اللوبريكنت، عشان يعني كميه كبيره جدا من اللوبريكنت قاعده بتمر هي الانفينيتي. هسه هل هذا الشيء ريالستيك؟ هل هذا شيء واقعي؟ فعليا ما فيش عندنا شيء له انفينيت لينث، بس فعليا خلينا نرجع هون لواحد من التشارتس اللي طلعنا عليه عشان ما يصيرش عندنا يعني مسكونسبشن. طيب مثلا هذا التشارت اللي كان بيعطينا الفلو ريت، فعليا بعطينا الفلو ريت فاريبل، وزي ما شفنا هون في عندنا 4 كيرفز اللي هو تبعات ال على دي 1 و2 و4. طيب فهون كمان مره نضرب في، يعني بعد ما نطلع الفاريبل نضرب في ار، نضرب في سي، نضرب في اللينكث الفعلي، فبيطلع معانا الفلو ريت مثلا زي ما حكينا مليمتر كيوب بير سكند. طيب ماشي، بس برضه في عندنا الكيرف تبع ال على دي انفينيتي. طيب هذا بحكي لنا يعني انه فعليا ممكن نطلع الفلو ريت لما يكون عندنا لينث انفينيتي، بس فعليا احنا ما عم نقدر نطلع فلو ريت، احنا بنطلع فلو ريت لكل يونت لينث. يعني فعليا اذا كانت عندنا هاي انفينيتي
لما نيجي بدنا نعوض هون يعني اللينث تبعنا هو فعليا انفينيتي. طيب بس فعليا القيمه اللي طلعناها هون من الكيرف يعني كيف ممكن نستفيد منها؟ في ار في سي في ان واللينث ناخذ يونت بغض النظر شو هي اليونت تبعتنا. فمثلا لو اخذنا ال عوضناه 1 على اساس انه 1 ملم فبنحكي انه الفلو ريت تبعنا هو رقم معين مليمتر كيوبد بير سكند لكل مليمتر من طول البيرنج. اوكي لكل مليمتر من طول البيرنج. هسه فعليا بما انه في الواقع احنا بنحكي البيرنج مفترضين انه طوله انفينيتي فكميه الفلو او الفلو ريت للبيرنج كامل هو انفينيتي. وبما انه بنحكي انه الفلو ريت تبعنا انفينيتي فبالتالي مش راح ترتفع درجه الحراره. طيب بعد ما شفنا مجموعة charts أو curves اللي عندنا هنا في الكتاب خلينا نطلع على interpolation equation الموجودة هنا في الكتاب. هذه interpolation equation نحتاج نستخدمها بطبيعة الحال إذا كان عندنا L على D غير عن القيم الموجودة هون. يعني هون في عندنا مثلا L على D 1 نص وربع. مثلا لو عندنا bearing قسمنا length على diameter طلع مثلا 0.6 أو 0.7. طيب 0.6 أو 0.7 فعليا يعني بدنا نساوي interpolation ما بين الكيرفز اللي هنا. هسا بما انه يعني السكيلز اللي عندنا هنا كلها هنا لينير يعني معتمدين على logarithmic scale فما بنقدرش نساوي interpolation يعني بطريقة مجرد linear interpolation ما بين two curves. فلهذا السبب في عندنا equation مخصصة للinterpolation. طبيعي هذا الequation برضو من ريموندي اند بويد هم اللي أعطوا هذه الإيكويشن. طيب خلينا نشوف الإيكويشن تبع الانتربوليشن. طيب بس هذه هي الإيكويشن تبع الانتربوليشن ممكن نستخدمها مع أي واحد من الشارتس اللي مقصود بـ Y اللي هي الكوانتيتي على الـ Y أكسس. يعني مثلا لو كنت بدي أطلع الفلو ريت فاريبل أو الكافشن فريكشن فاريبل فمقصود في Y اللي هو الكافشن فريكشن فاريبل. طيب فمثلا بدي أطلع الكافشن فريكشن فاريبل وعندي على سبيل المثال L على D بتساوي 0.6. طيب بما انه هذا مش موجود في الشارتس فوقتها بنضطر نستخدم هاي الايكويشن. طيب كيف نستخدم هاي الايكويشن؟ مثلا انت طلع انا الكوفيشنت فريكشن فاريبل ل ال على دي بيساوي 0.6 فبروح على الشارت تبع الكوفيشنت فريكشن فاريبل وراح اطلع من هذا الشارت اربع قيم للكوفيشنت فريكشن فاريبل. راح اطلع قيمه الكوفيشنت فريكشن فاريبل ل ال على دي بتساوي انفينيتي بعوض هون. راح اطلع قيمه الكاوشن فريكشن فاريبل ل ال على دي بتساوي 1 اعوض هون. كاوشن فريكشن فاريبل ل ال على دي بتساوي نص والكاوشن فريكشن فاريبل ل ال على دي بتساوي ربع. غير هيك بدي اعوض هون قيمه ال على دي تبعتي اللي هي 0.6 فبعوضها في هاي الايكويشن. فمن خلال اربع قيم اللي احنا طلعناها وقيمه ال على دي اللي موجوده عندنا فبيطلع معانا قيمه الفاريبل اللي هو مثلا كافشن فريكشن فاريبل لما ال على دي تكون قيمتها بتساوي 0.6. طيب نيجي بعد هيك لموضوع ستيدي ستيت كونديشنز في احد انواع البيرنجز اللي هو نسميه سيلف كونتيند بيرنجز او برضه ممكن نسميه بيلو بلوك بيرنج. طيب شو هذا سيلف كونتيند بيرنج او بيلو بلوك بيرنج؟ ببساطه بيرنج اللوبريكانت تبعه ما بيطلعش خارج البيرنج عشان يتبرد او اي شيء ثاني. يعني سيلف كونتيند يعني اللوبريكانت تبعه بضل جواه ويتبرد وهو داخل البيرنج من خلال هيت ترانسفير من السطح الخارجي تبع البوشنج. طيب فعليا عشان نتخيل فكرته بيشبه نوعا ما خلينا نرجع لهذا البيرنج تبع تاور بس خلينا نتخيله بشكل مقلوب. طيب يعني في عندنا مقلوب زي هيك هيو البوشنج من تحت بغطي لنا مثلا 180 درجه شيء زي هيك. هذه السبيس اللي فيها اللوبريكانت تكون اكستندد يعني كبيره عشان تستوعب كميه كبيره من اللوبريكانت وبتكون موجوده فوق. فخليني تقريبا ارسم مثلا شيء زي هيك. هاي على سبيل المثال عندي الشافت او الجورنال. طيب هاي البوشنج تبعنا فمثلا ممكن يغطي لنا حدود 180 درجه. كمان مره بما انه بغطي الزاويه اكبر من الزاويه اللي عليها البشر ديستريبيوشن بالنسبه لنا ما فيش عندنا مشكله وهذا باعتبار فول بوشنج. طيب فهي مثلا الجزء التحتاني زي هيك. مثلا الجزء اللي فوق خلينا نحكي مثلا اكستندد بهاي الطريقه
عشان يستوعب كمية كبيرة من اللوبريكنت. فهي مثلا اللوبريكنت هنا، وفعليا كيف بصير التبريد؟ بصير التبريد من خلال انتقال الحرارة من السطح الخارجي للسراوندينجز. طيب، فإذا هذه هي الفكرة تبعت البلو بلوك بيرنجز. خلينا نرجع ل الكيس اللي هون. طيب، فإذا زي ما حكينا بلو بلوك بيرنج شافت زي هيك بوشنج بغطي الجزء التحتاني تقريبا 180 درجة، ممكن يكون برضه أقل شوي. خلينا نحكي بلف بهذا الاتجاه، فبطبيعة الحال لما يلف ببلش يسحب معه اللوبريكنت. طيب اللوبريكنت لما يدخل هنا درجة الحرارة عند الانلت هاي نفترضها اللي هي أقل درجة حرارة، فدرجة الحرارة عند الانلت خلينا نسميها T1 أو TS ممكن نسميها. طيب بيدخل اللوبريكنت هنا بيسحبه معه الجورنال، ببلش يتعرض لشيرنج. طبعا نتيجة هذا الشيرنج بصير عندنا هيت جنريشن، فبتبلش درجة الحرارة ترتفع وهو مار من هنا. لما يطلع من هنا على الاوتلت بيكون وصل اعلى درجة حرارة، فهاي اللي هي تي ماكس. طيب فهذه اللي هي تي انلت اقل درجة حرارة، هاي تي اوتلت اللي هي الماكسيموم. ما بين هذول الثنتين احنا حكينا دائما نشتغل على قيمة الافريج والتمبريتشر، فيعني ما بين هذول الثنتين ممكن نحكي انه في عندنا حرارة معينة بنسميها تي اف بار. تي اف بار اللي هي الافريج في التمبريتشر اللي هي هاي زائد هاي على 2، او ممكن نحكي انها بتساوي تي 1 اللي هي انلت تمبريتشر زائد دلتا تي اللي هو تمبريتشر رايز اللي هو تي ماكس ناقص تي 1. طيب اذا بيدخل على تي 1 بتعرض لشيرنج ترتفع درجه حرارته وبيطلع على تي ماكس. هسه لما يطلع بيختلط مع اللوبريكنت اللي موجود هنا، اوكي، واللوبريكنت اللي موجود هنا فعليا بناء درجه حرارته السطح الخارجي هذا اللي فعليا يعني مثلا ممكن يكون معرض للهواء عشان تصير عمليه التبريد، راح يكون له درجه حراره معينه. فدرجه حراره السطح هنا اللي هي يعني بطبيعه الحال راح اكيد راح تكون اصغر من تي ماكس عشان فعليا اختلط مع الكونتنتس، وهنا فعليا قاعدين نفقد حراره للانفايرمنت. طيب درجه حراره السطح هنا راح نسميها تي بي اللي هي تي تبعت البيرنج او تي تبعت البوشنج، واخر شيء درجة حرارة السراوندينجز المحيط الامبيانت تمبرتشر راح نسميها تي انفينيتي. طيب اذا يعني مهم انه نعرف درجات الحرارة عشان هون بدنا نساوي هيت بالانس كالكوليشنز عشان نقدر نحسب فعليا درجة حرارة فعليا. طيب هسه في البداية بدنا نحسب الهيت لوس. طيب كمان مرة احنا هون بنساوي الاناليسيس على افتراض انه وصلنا على ستيدي ستيت كونديشنز. ستيدي ستيت كونديشنز يعني كمان مرة في بداية التشغيل بداية الحركة بيكون الحرارة بتتولد وقاعد بصير عندنا هيت لوس، اوكي، كبير نوعا ما، بتضل الحرارة تزيد لحد ما يصير عندنا بالانس، مقدار الجنريتد هيت مساوي للهيت لوس اللي بصير من خلال الهيت ترانسفير. طيب فبدنا نحسب مقدار الهيت لوس. الهيت لوس راح يصير من خلال السيرفيس الخارجي زي ما حكينا، وراح يصير من خلال تو ميكانيزمز اللي هو الراديشن للسراوندينجز، وبرضه اذا في هواء بيتحرك فراح يصير في عندنا كونفكشن. طيب فالهيت لوس راح ينحسب من خلال الايكويشن التالي HCR اللي هو نسميه كومبايند كوفيشنت للكونفكشن والراديشن مع بعض. A اللي هي السيرفيس اريا تبع البوشنج، السيرفيس اريا للجزء اللي معرض للهواء عشان يصير التبريد، وهنا راح نستخدم اليونت تبعتها بالمتر سكويرد. هسه راح نطلع على اليونت تبعتها. طيب مضروبه في تي بي ناقص تي انفينيتي. تي بي اللي هي درجة حرارة السطح تبع البوشنج، وتي انفينيتي درجة حرارة السراوندينجز او الامبيانت تمبرتشر. هسه بطريقة الحال كلنا نعرف انه كل ما زاد فرق الحرارة ما بين السطح والامبيانت فعليا راح نفقد حرارة اكثر. فزي ما شايفين عندنا هنا في الايكويشن تي بي ناقص تي انفينيتي اللي هو فرق درجة حرارة ما بين السطح والسراوندينجز او الهواء اللي حواليه. طيب اليونتس في هذا الايكويشن طبيعي الهيت لوس اللي هو راح يكون يعني جول بير سكند، او اللي احنا فعليا راح نسميها هنا وات. طيب كومبايند كوفيشنت اوف كونفكشن راديشن اليونت تبعتها راح تكون وات لكل متر مربع درجه سلسيوس. اي اللي هي البيرنج سيرفيس اريا زي ما حكينا بالمتر مربع، وتي بي وتي انفينيتي اللي هي درجات الحراره تبع سطح البوشنج وتبع السراوندينج او الامبيانت بديجري سلسيوس.
طيب بالنسبة لل combined coefficient of convection and radiation عندنا هنا يعني بعض representative values اللي ممكن نستخدمهم في حساباتنا. طيب هذه القيم اللي عندنا يعني من الكتاب تبعنا اللي هو SI edition، فعليا الكتاب الأصلي في قيم مختلفة عشان نستخدم different system units. إذا كان still air الهواء مش متحرك ما بصيرش عندنا heat transfer كثير، إذا كان الهواء متحرك يعني بشكل مش سريع جدا بسبب دوران الشافت، إذا كان عندنا شافت stirred air راح يصير عندنا loss أكثر heat transfer أعلى 15.3، إذا كان عندنا هواء متحرك على سرعة 24.5 متر per second راح تكون قيمتها 33.5. طيب هسه هذه الايكويشن ممكن نحسب من خلالها الهيت لاس، بس فعليا هذه الايكويشن المشكله اللي فيها انه بتحكي عن درجه حراره البوشنج. احنا فعليا بدنا نربط هاي الايكويشن ونربط الهيت لاس مع درجه حراره اللوبريكنت او درجه حراره الفيلم افريج فيلم تمبريتشر. طيب فعشان نساوي هذا الحكي راح نكتب البروبورشناليتي التاليه اللي هي ببساطه بتحكي لنا في بي ناقص تي انفينيتي اللي هي يعني درج فرق درجه الحراره ما بين السطح والسراوندينجز راح يكون بروبورشنال لفرق درجه الحراره اللي هو افريج فيلم تمبريتشر و السيرفس تبع البوشنج. يعني فعليا كل ما زاد فرق درجه الحراره هنا بطبيعه الحال لوجيكلي اكيد برضه راح يزيد فرق درجه الحراره ما بين اللوبريكنت افريج فيلم تمبريتشر و السطح اللي هون، يعني كل ما ارتفعت هاي راح ترتفع. طيب الكونستنت بروبورشناليتي في هذه الايكويشن اللي هو الفا، والفا تعتمد على اللوبريكيشن سيستم المستخدم. طيب فقيم الفا اللي نستخدمها في هاي الايكويشن معطانا معانا من خلال تيبل 12.2، خلينا نشوف هل هو فعليا 12.2. طيب اوكي 12.2. طيب هاي قيم الفا اللي راح نستخدمها في الايكويشن. ففي عنا في الأول two conditions أو يعني two lubricant systems oil ring و oil bath. oil ring زي اللي شايفينه هنا، يعني في عنا ring بحيط بالجورنال بصير هي transfer من خلاله. الثاني oil bath هذا عادة لما يكون عندنا أكثر من bearing وبتجمع lubricant تبعهم في bath واحد. طيب oil ring أو oil bath. طيب هسه بالنسبة للoil ring في عنا خيارين، إما moving air أو still air. وبالنسبة مثلا للموفينج اير رينج من 1 ل 2، ستيل اير من نص ل 1، هنا من نص ل 1، من 1 ل 5 ل 2 على 5. طيب اذا بحسب اللوبريكيشن سيستم بحسب الكونديشن اللي عندنا ناخذ قيمة الفا. طيب هسه بالنسبة لقيم الفا هنا بما انه معطى معانا رينج، هسه عشان نكون كونسرفيتيف في حساباتنا بدنا نفترض انه الهيت لاس اقل ما يمكن، يعني مش قاعدين نتخلص من الحراره بشكل افيشنت. فشو القيمه اللي راح ناخذها هسه راح نشوف. خلينا نكمل الايكويشن وبعد هيك راح نفهم شو القيمه اللي بدنا ناخذها من الفا او يعني من الرينج هذا عشان نكون كونسرفيتيف في حساباتنا. طيب نرجع للايكويشن اللي عندنا. طيب فهذه الايكويشن راح نستخدمها عشان نكتب الاكسبريشن تبع تي بي اللي هي بوشنج surface temperature in terms of the average film temperature و T infinity اللي هي surroundings temperature. طيب فبتطلع معانا الايكويشن بالشكل التالي: TF bar average film temperature الفا في T infinity على 1 زائد الفا. ناخذ هاي القيمة ل TB ونعوضها في الايكويشن اللي عندنا فوق، فبتصفي معانا الشكل النهائي للهيت لاس ايكويشن اللي هي راح تكون بالشكل التالي: heat loss combined coefficient of convection radiation على الاريا تقسيم 1 زائد الفا مضروبة في average film temperature ناقص temperature تبع surroundings. طيب هسا هون ببين معنا شو قيمة الالفا اللي المفروض ناخذها اذا بدنا نكون conservative. اذا بدنا نكون conservative بدنا نفترض انه الهيت ترانسفير او الهيت لاس ما هوش efficient، فيعني بدنا اياه يكون اقل ما يمكن. فعشان يكون اقل ما يمكن فعليا بدنا الفا تكون كبيرة، بدنا الفا صحيح بدنا الفا تكون كبيره بما انه الفا موجوده في المقام، فكل ما كانت كبيره راح يكون هذا التيرم اصغر. فاذا نرجع للتيبل تبعنا، مثلا لو عندنا هذول القيمتين وما فيش عندنا معلومات شو هي القيمه اللي بدنا نستخدمها لوحدنا، فعاده نشتغل على القيمه الاكبر عشان نكون كونسرفيتيف في حاله زي هي. طيب
بعد ما حسبنا الهيت لاس حسبنا نحسب الجنريتد هيت. يعني فكرة دائما ستيدي ستيت كونديشنز انه الهيت لاس مساوي للهيت جنريشن، هذا معنى ستيدي ستيت. طيب وبنحسب الهيت جنريشن. الهيت جنريشن ليش بصير؟ بسبب الفريكشن الشيرنج تبع اللوبريكنت. فبالمحصلة بسبب هذا الفريكشن او الشيرنج تبع اللوبريكنت احنا راح نحتاج لتورك مجرد عشان نحرك الشافت عشان نتغلب على هذا الفريكشن. التورك تبعنا مضروب في الانجلر فيلوسيتي فعليا بيعطينا مقدار الهيت جنريشن. طيب فببساطة نحكي ان هيت جنريشن بيساوي قيمة التورك نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن مضروب في 2 باي ان. ان زي ما احنا عارفين احنا هون نستخدمها بريفولوشنز بير سكند، بس طبيعي هون عشان نطلع وات لازم تكون بريديانز بير سكند، فلهذا السبب ضربناها في 2 باي. فهيك لما نضرب في 2 باي بتصير بريديانز بير سكند. فالانجلر بلاستي بريديانز بير سكند مضروب في تورك نيوتن في متر بيطلع معانا الهيت جنريشن بالوات. طيب هسه صار علينا نطلع قيمة التورك نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن. بعدين هنا ماخذين هذه الايكويشن. هذه الايكويشن من وين اجت؟ هذه اجت من خلال البيتروف ايكويشن اللي شفناها في البدايه. بيتروف ايكويشن زي ما حكينا احنا كان بيفترض شافت موجود في السنتر تبع البوشنج وفي عندنا لوبريكنت بيصير له شيرنج بناء على قيمه الفيسكاستي تبع اللوبريكنت حسبنا قيمه التورك اللي نحتاجه عشان يتغلب على الريزيستنس تبع هذا اللوبريكنت. طيب هذه الايكويشن ممكن ترجعوا للديريفيشن تبع بيتروف ايكويشن وبتلاقوا هاي الايكويشن تبع التورك موجوده هناك. طيب لو اخذنا هذه الايكويشن تبع التورك عوضناها هنا فبصفي معانا انه الهيت جنريشن بالوات بيساوي 248 مضروب في الفيسكاستي انجلر فيلوسيتي سكويرد لينث تبع البوشنج راديوس تبع الجورنال على مقدار الكيلوس. طيب هسا عشان نساوي الاناليسيس تبعتنا نحسب هاي نحسب هذيك. اكيد بما انه يعني احنا شغالين بناء على اسامبشنز معينه فعليا احنا هون محتاجين اسامبشن عشان نطلع قيمه نيو عشان نحسب هاي، فمستحيل يطلعوا متساويات الهيت جنريشن والهيت لاس، فيطلع معنا قيم مختلفه للهيت جنريشن والهيت لاس. فبنعدل بعد هيك التمبريتشر اللي احنا مفترضينها ونرد نساوي كمان اتريشن. لاحظ انه يعني كل ما نعدل التمبريتشر سواء الهيت لاس او الهيت جنريشن راح يتغير. فعليا التمبريتشر اللي احنا مفترضينها اول شيء يعني تاثر هنا على مقدار الهيت لاس، والتمبريتشر اللي احنا مفترضينها تاثر على الفيسكاستي فبالتالي تاثر على الهيت جنريشن. ففعليا يعني حسبنا هاي وهاي بناء على الاسامبشن الاولانيه طلعوا مختلفات. بنعدل هسه راح نفهم من خلال الاكزامبل كيف بصير عمليه التعديل ونرد نساوي ايتريشن ثانيه. بتستمر الايتريشنز لحد ما يصير عندنا هيت بالانس، الهيت لاس بيساوي الهيت جنريشن. طيب هسه هون خلينا بس نكمل معه في الديريفيشن تبعه. هسه هذه هي الايكويشن اللي طلعت تبع الهيت جنريشن، هذه هي الايكويشن تبع الهيت لاس. فبالتالي لما يصير عندنا هيت بالانس يعني عند ستيدي ستيت كونديشنز فحكى انه الهيت جنريشن والهيت لاس متساويات، فساوى هذول التو تيرمز وحل عشان يطلع قيمه الافريج بالتمبريتشر. طيب فطلع هذه الايكويشن، فعليا هذه الايكويشن موجوده عندنا في الكتاب. طيب بس فعليا يعني هل هذه الايكويشن راح تعطينا قيمه الافريج بالتمبريتشر هيك على طول بشكل صحيح؟ لا، يعني فعليا ستيل هذه الايتريشن بدها ستيل هذه الايكويشن بدها ايتريشنز. ليش بدها ايتريشنز؟ طيب هسه لاحظ انه في هذه الايكويشن عندي قيمه ميو، فانا اصلا عشان اطلع قيمه ميو واحسب الافرج فيلم تمبريتشر بدي اكون في البدايه افترضت قيمه معينه الافرج فيلم تمبريتشر. طيب يعني حتى لو بدي استخدم هذه الايكويشن يعني مش اساوي انه اقعد اساوي بالانس احسب الهيت لاس والهيت جنريشن لحال يعني كل واحد واشوفه هنا متساويات، ممكن استخدم هذه الايكويشن بس ستيل برضه هنا محتاجين ايتريشنز. نفترض قيمه معينه تي نحسب ميو بيطلع معنا قيمه جديده، بنرد ندخل قيمه مختلفه ونحسب من جديد لحد ما يصير عندنا كونفرجنس. طيب هسه هذه الايكويشن ممكن نستخدمها ونساوي ايتريشن من خلالها او نساوي ايتريشن باستخدام الهيت جنريشن والهيت لوس. بس فعليا يعني هذا الايكويشنز اللي عندنا هنا سواء هذه الايكويشن او هذه الايكويشن فيهم مشكله. شو المشكله بهذول تو ايكويشنز؟ هذول تو ايكويشنز بالتحديد المشكله بلشت من هنا. هنا هذه القيمه تبعت التورك مبنيه على الاسامبشن تبعت بيتروف. بيتروف زي ما حكينا افترض انه الشافت كونسنتريك جوا البوشنج، وزي ما حكينا هذه الاسامبشن ما هيش رياليستيك،
هسه فعليا بناء عليها ممكن نحصل على قيمه قريبه بس ما هيش دقيقه. احنا شفنا انه في عندنا هون في الكتاب السولوشن تبع ريموندين بويد، هسه السولوشن تبع ريموندين بويد بعطينا قيمه الكوفيشنت فريكشن بشكل ادق بكثير من اللي بعطينا اياه البيتروف ايكويشن. طيب فعليا ممكن نستخدم هذه الايكويشن والايكويشن اللي تحت اذا بدنا يعني نطلع الافريج فيلم تمبرتشر يعني بطريقه سهله من غير ما نحتاج نستخدم التشارتس، طريقه سريعه. بس البروسيجر الاصح انه نستخدم التشارتس، فبدنا نعتمد على قيمه الكوفيشنت فريكشن ونطلعها من التشارتس، فكيف ممكن نسوي هذا الحل؟ طيب اذا بدل ما ناخذ هذه الايكويشن اللي هي بتعطينا قيمه التورك على افتراض انه الجورنال موجود في السنتر تبع البوشنج، راح نكتب الاكسبريشن العام لقيمه التورك نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن. التورك نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن ببساطه بيساوي الفريكشنال فورس، الفريكشنال فورس بتساوي النورمال فورس مضروب بالكوفيشنت فريكشن، فهي صار الفريكشنال فورس مضروبه في الراديوس صار عندنا التورك نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن. طيب اذا راح ناخذ هاي القيمه للتي نعوضها هنا عشان نحسب الهيت جنريشن، فبيطلع معنا الهيت جنريشن بيساوي الكوفيشنت فريكشن في دبليو في ار مضروب في 2 باي ان. طيب هسه هذا الكوفيشنت فريكشن احنا هنا راح نطلعه من التشارتس تبعت ريموندين بويد، فبينما نطلعه من التشارتس لاحظوا ان التشارتس ما بعطيناش الاف بشكل مباشر الكوفيشنت فريكشن بشكل مباشر، وفعليا بعطينا اف في ار على سي. فببساطه حكينا راح نحط هنا اف في ار على سي، يعني الار دخلناه هنا وحطينا هنا سي في المقام، فلازم نضرب هنا سي، يعني سي مع سي هاي فعليا بتكنسل وبتصير هاي الايكويشن هي نفس هاي الايكويشن، بس طبيعي احنا كاتبينها بهاي الطريقه عشان يعني مجرد ما نطلع الكوفيشنت فريكشن فاريبل من الشارت نعوضه هنا ونطلع قيمه الهيت جنريشن عشان يعني نسرع عمليه الحسابات. طيب اذا البروسيجر اللي احنا راح نمشي عليه هنا لما بدنا نسوي ستيدي ستيت اناليسيز للسيلف كونتيند بيرنجز راح يكون كالتالي. هذه الايكويشن نستخدمها عشان نحسب الهيت لاس، هذه الايكويشن نستخدم عشان نحسب الهيت جنريشن، نشوف القيمه اللي حسبناها هون القيمه اللي حسبناها هون بنقارنهم، اكيد يعني مش راح يطلع متساويات من اول تراير، وبنقرر هل راح نحتاج نرفع قيمه الافرج فيلم تمبرتشر اللي احنا مفترضينها او راح ننزلها. هسه راح تشوف من خلال الاكزامبل، فخلينا نطلع على الاكزامبل اللي عندنا اكزامبل 12.5. طيب للاسف يعني هذا الاكزامبل في كتابنا الاس اي اديشن فعليا حتى ابتداء من الطبعه السابعه يعني في اخطاء فظيعه جدا، اوكي؟ فانا هنا يعني صلحت الارقام. كمان مره يعني هو الاكزامبل نفسه موجود في اليو اس اديشن بس طبيعي مستخدمين يعني يو اس كاستمر يونتس، يعني مثلا بالنسبه للهيت لاس والهيت جنريشن بيستخدموا بي تي يو بير اور. طيب احنا هنا بدنا نستخدم الاس اي يونتس عشان اسهلنا. فهذا الاكزامبل اللي موجود عندنا في الكتاب، بس هنا يعني انا صلحت تصليحات كثيره على يونتس، فممكن تنتبهوا للارقام وتعدلوا الارقام اللي عندكم في الكتاب. طيب عموما خلينا نشوف شو اللي عندنا في هذا الاكزامبل. بيحكي لنا consider pillow block bearing with a keyway sump. keyway sump يعني انه sump ما هوش كبير، يعني تقريبا زي حجم الكيوي. طيب فعندنا شيء زي هيك. طيب journal rotates at 900 revolutions per minute. فأول معلومة عندنا اللي هي M تبعت الجورنال تساوي 900 revolution per minute. لاحظ احنا دائما في حساباتنا بدنا revolutions per second، فعلى طول بنحولها ل revolutions per second بنقسمها 60 فبتطلع 15 revolutions per second. طيب هاي أول معلومة اللي هي الأنجل البلاستي. طيب ان شافت ستيرد اير، فعليا هذه المعلومه بناء عليها راح نطلع قيمه الكومبايند كوفيشنت. فهي شافت ستيرد خلينا نكتبها هون. طيب اوكي ان شافت ستيرد اير ات 21 degrees سلسيوس، درجه حراره الهواء اللي هي السراوندينج تمبرتشر او الامبيانت تمبرتشر اللي بنسميها تي انفينيتي. طيب فمعطينا هنا T infinity بتساوي 21 degrees Celsius with alpha بتساوي 1، وبرضه أعطانا قيمة الألفا اللي نستخدمها اللي هي 1. طيب the lateral area of the bearing is 25800 millimeter squared. طيب فهذه اللي هي A surface area تبع البوشنج اللي بصير من خلال heat transfer،
25,800 ملي متر سكويرد. احنا بطبيعة الحال لما بدنا نستخدمها بدنا نحولها من مليمتر سكويرد لمتر سكويرد. The lubricant is SAE grade 20. طيب اللوبريكنت تبعنا SAE grade 20. The gravity radial load is 450 newtons. W radial load 450 newton. And L على D ratio is unity. L على D بتساوي 1. طيب the bearing has a journal diameter of 50 millimeters. لاحظ يعني هون معطينا مع التولرنسز. طيب فبحكي لك الجورنال او شاف ديامتر 50 مليمتر بلس 0 ناقص 0.00225. واحنا زي ما احنا عارفين الاليمنت الداخلي في اي فت اللي هو الشافت دائما نعطيه تولرنس باتجاه النيجاتيف، بينما الهول او البوشنج دائما نعطيها التولرنس باتجاه البوزيتيف. طيب فاذا 50 بلس 0 ناقص 0.00225، ما بديش اكتبها عشان الوسعة. طيب هذا بالنسبة للشافت. البوشنج الديامتر تبعه 50.5، اكيد يعني بده يكون عندنا كليرنس 50.5 زائد 0.008 اللي هو التولرنس باتجاه الزائد ناقص 0. طيب اسمع لي، يعني لما بدهم يصنعوا هم ما فيش حدا بيقدر يضمن لك انه راح يجيب هذا 50 بالضبط وهذا 50.05 بالضبط، يعني كل واحد خلال عملية التصنيع ممكن يجي أي قيمة من ضمن التولرنس رينج اللي معطينا إياها، فبدنا نكون فاهمين هذا الفكرة. طيب، هسا هون في السؤال بحكي لك فور مينيمم كلينس أسمبلي، فيعني بناء على ديامتر تبع جورنال والديامتر تبع البوشينج، فعليا بناء على الديامتر الفعلي تبعهم الفرق ما بينهم بيعطينا قيمة الكليرنس، أوكي؟ طبيعي إنك سمعتني عشان أفهم عن الريديال كليرنس. طيب بس فعليا يعني radial clearance بما انه السايز ممكن تيجي بشكل عشوائي اي قيمة من ضمن الرينج، ممكن بعض الحالات يكون عندنا كليرنس صغير، ممكن بعض الحالات يكون عندنا كليرنس كبير. طيب امتى راح يكون عندنا اصغر قيمة للكليرنس؟ اصغر قيمة للكليرنس اذا كان الشافت اكبر ما يمكن والهول اصغر ما يمكن. اكبر قيمة ممكنة للكليرنس اذا كان الشافت على اللور ليميت، يعني الشافت على اللور ليميت يعني 50 ناقص 0.0225، والبوشنج اكبر ما يمكن يعني 50.05 زائد هذا الرقم. طيب احنا هون لما بدنا نسال اناليسيس يعني في حاله زي هيك، يعني بما انه في عندنا رينج للكليرنس احنا مش عارفين بالضبط الكليرنس وين راح يجي، هل على الابر هل على اللور ليميت او هل هو قيمه في النص، احنا دائما ناخذ الكريتيكال كيس. دائما الكريتيكال كيس للكليرنس لما يكون صغير، يعني كليرنس صغير معناته راح يكون في عندنا هيت جنريشن اعلى بشكل عام از جنرال رول. طيب فعلى هذا السبب هو طالب من نشتغل على المينيمم كليرنس اسمبلي، وعاده هذه الجنرال رول تبعنا لاي بيرنج احنا عاده باي ديفولت نشتغل على المينيمم كليرنس اسمبلي. طيب فاذا بدنا نشتغل على المينيمم كليرنس اسمبلي مطلوب منا استيميت ذا ستيدي ستيت تمبرتشرز، قيمه المينيمم فيلم ثيكنس والكوفشن فريكشن، وانا اضفت كمان فقره حكيت لكم كومبير وذ ترامبلر كرايتيريا. طيب ترامبلر كرايتيريا شفناها فراح نساوي المقارنه بالاخير. طيب بدنا نبلش الاناليسيس تبعتنا، فاول شيء بطبيعه الحال محتاجين نحسب مقدار الراديال كليرنس، وزي ما احنا عارفين راح نشتغل على المينيمم كليرنس. المينيمم كليرنس زي ما حكينا لما يكون الشافت اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن يعني 50، ولما يكون البوشنج او الهول اصغر ما يمكن، الهول اصغر ما يمكن يعني 50.05. فاذا 50.05 ناقص 50 طبيعي على 2 عشان حوله لراديال كليرنس، فبطلع معانا المينيمم كليرنس 0.025 ملم. طيب احنا فعليا يعني بدنا شغلتين يعني اللي بدنا نسويهم، بدنا نحسب السمر فيلد نمبر عشان كل شيء راح يكون مبني على السمر فيلد نمبر. بس بطبيعه الحال قبل ما نقدر نطلع قيمه السمر فيلد نمبر بده يكون عندنا قيمه الفيسكاستي، وقيمه الفيسكاستي راح تكون مبنيه على اسامبشن. فاحنا هون اللي راح نسويه راح نكتب الايكويشنز راح تكون فانكشن في الفيسكاستي، وبعد هيك نبلش نساوي الايتريشنز، نفترض قيمه معينه التمبرتشر نطلع فيسكاستي ونكمل. يعني هون فعليا راح نكتب ايكويشنز، هاي الايكويشنز كلها راح يكون فيها فاريبل مش راح تحدد قيمه هذا الفاريبل،
لحد ما نفترض قيمة معينة average wind temperature، وعساسها نطلع viscosity ونحسب summer field number. طيب عشان نحسب summer field number خلينا نطلع equation تبعتنا R على C mu في N على P. طيب R radius تبع الشافت 25 mm، C 0.025 mm على high square. طيب mu مش عارفينها، لما نسوي assumption للtemperature نطلعها، راح نخليها as variable هنا. N اللي هي angular velocity revolutions per second 15 على قيمة الـ pressure. الـ pressure اللي هو الـ force على projected area. الـ force 450 نيوتن على projected area اللي هو بما انه بيعرف احنا diameter 50 وحكينا L على D ratio 1، فإذا برضه length 50. فإذا 50 ملم ب 50 ملم هذه نيوتن، هذه مليمتر سكوير، فبيطلع معانا الـ pressure بالميجا باسكال. طيب فإذا حطينا هنا قيمة الـ S بالميجا باسكال 0.18 وضربناها في 10 قوة 6 عشان نصير بالباسكال. طيب إذا هنا احنا معوضين قيمة الـ pressure بالباسكال. طيب فإذا بيطلع معانا هذا هو الـ expression تبع الـ summer field number 83.3 ميو. بس هنا بننتبه إنه الـ unit تبعت ميو لازم يكون consistent مع الـ unit اللي استخدمناه هنا. يعني لاحظ احنا هنا ما اخذناها بالميجا باسكال، ردينا ضربناها في 10 قوس 6 يعني اعطينا بالباسكال. اذا لما بنطلع قيمه ميو من التشارتس بدها تكون هي تبعها ب باسكال سكند. اوكي وفعليا التشارت هو اصلا بيعطينا ملي باسكال سكند. طيب فاذا بدنا ننتبه انه بهذه الايكويشن لازم نعوض قيمه ميو بباسكال في سكند بما انه اخذنا هذه بالباسكال. طيب بعد ما حسبنا summer field number بدنا يعني نجهز الايكويشنز تبعت الهيت جنريشن والهيت لوس. ففي الاول بدنا نحسب الهيت جنريشن. الهيت جنريشن كما مر يعني هذه هي الهيت جنريشن، هو كتبها بصوره مختلفه بس يعني هي فعليا الهيت جنريشن. طيب الهيت جنريشن عن ايش ناتج؟ زي ما احنا عارفين ناتج عن الشيرنج، او فعليا ناتج عن التورك اللي بنحتاجه عشان يتغلب على الفريكشن الناتج عن الشيرنج. طيب الهيت جنريشن فعليا بيساوي هذه الايكويشن اللي كنا نطلع عليها فوق، فعدنا صياغه الايكويشن وكتبناها كالتالي in terms of the coefficient friction variable اللي هو راح نطلع من الشارتس. W اللي هو radial load، N angular velocity ب revolutions per second، C radial clearance في 2 pi مضروب في الـ coefficient friction variable. طيب خلينا نعوض هنا عشان نطلع الاكسبريشن تبع الـ heat generation. بس فعليا الـ expression تبع heat generation راح يكون ناقصه F في R على C اللي هو الـ coefficient friction variable اللي بنحتاج نطلعه من الشارتس. بس فعليا قبل ما نطلعه من الشارتس بدنا يكون عندنا قيمة summer field number، قبل ما يكون عندنا قيمة summer field number بدنا نكون افترضنا temperature وطلعنا U. طيب إذا يعني خلي هذه الـ equation in terms of F في R على C، فهذه 450 نيوتن، N 15 revolutions per second في 2 باي، فعليا هنا هم نسيوا يضربوا بقيمة الكليرنس سي، فلازم نضرب كمان قيمة الكليرنس. طيب فإذا ضربنا قيمة الكليرنس تبعنا، الكليرنس تبعنا اللي هو من الكليرنس اللي شغالين عليه 0.025 ملم. طيب هسه 0.025 ملم فعليا هذا بده يعطينا جواب ب جول بير سكند اللي هو وات، هاي لازم نعوضها بالمتر. طيب اذا سي 0.025 ملم ضربناها في 10 قوة ناقص 3 عشان تصير بالمتر، فعليا يعني كل الرقم اللي عندهم هون خطأ، والرقم الصحيح راح يكون 1.06. بنطلع الكافشن فريكشن فاريبل نضرب في 1.06 بيطلع معانا قيمة الهيت جنريشن بجول بير سكند اللي هو وات. طيب هذا بالنسبة لـ heat generation. غير هيك بنحسب الـ heat loss، هذه هي الـ equation تبعت الـ heat loss. طيب combined coefficient of convection and radiation، هون حكي لنا shaft stirred air، فالـ shaft stirred air زي ما حكينا هي 15.3 watt متر سكوير degrees Celsius. طيب area اللي هي surface area هون عنا إياها بمليمتر سكوير، فحولناها لمتر سكوير ضربناها في 10 قوة ناقص 6. طيب على الفا زائد واحد مضروب في average wind temperature اللي فعليا بدنا نفترضها، فراح نخليها مبدئيا in terms of TF bar ناقص surrounding temperature 21 درجة T infinity.
طيب فلما نعوض هذه راح يطلع معانا فعليا 0.1947 اوكي، يعني هم فعليا غلطانين بالاربع خانات هاي، فهي فعليا 0.1947 مضروب في الافريج تمبريتشر اللي راح نفترضها ناقص 21 وبطبيعه الحال هذه بالوات. طيب اذا هيك صفى عندنا هاي الايكويشن تبعت هيت جنريشن، هاي الايكويشن تبعت هيت لاس، فبدنا نساوي assumption على average room temperature ونبلش نحسب ونشوف شو بيطلع معنا. طيب فخلينا نبلش الـ assumptions، الـ iterations تبعته حاطهم هون من خلال هذا التيبل، فخلينا نطلع على التيبل اللي عندنا ونشوف شو بدنا نساوي. فأول trial ناخذها اللي هي 87.8. هسا عموما يعني لما تشوفوا يعني هون الأرقام غريبة، هي فعليا الأرقام هو أخذ الأرقام اللي في الإكزامبل الأصلي، ويعني إشي يساوى unit conversion جابها تقريبا صحيحة، وإشي يعني غلط 100%، بعرفش يعني كيف غلطوا هاي الأغلاط الفظيعة. طيب بس عموما فأول درجة حرارة مفترضينها هون اللي هي 87.8. طيب هسا بناء على هاي القيمة اللي احنا مفترضينها، أول إشي بدنا نروح نطلع قيمة ميو اللي هي الفيسكوستي. طيب القيمة اللي هون غلط يعني مش راح تلاقوها في أي محل. القيمة الصحيحة اللي هي كالتالي 0.0079، كمان مرة هاي نطلعها من الشارت، بس فعليا زي ما حكيت لكم انه الشارت اللي عندنا تبع الفيسكوستي بالاس اي يونتس برضه في مشكلة مش دقيق، فعليا عشان اطلع قيم دقيقة هون اذا بدنا يعني طلعوا نفس القيم اللي عندي في الاكزامبل القيم الصحيحة، فعليا بدنا نطلع من الشارت اللي بالمايكرو رين وبعد هيك نحولها من مايكرو رين ل باسكال سكند. طيب فعموما هاي القيمه يعني بعد ما نطلعها من الشارت او في اللي هي برضه في عندنا ايكويشنز ممكن نستخدم الايكويشن، وبعد هيك حولناها لليونت اللي بدنا اياها. طبيعي اليونت اللي احنا مستخدمينها هون زي ما حكينا هذه اليونت هي بباسكال سكند. طيب هاي طلعنا قيمه الفيسكوستي بناء على درجه حراره افترضناها. طيب من خلال قيمة الفيسكاستي هاي بدنا نعوضها في الإيكويشن تبعت السمر فيلد نمبر، هاي بنعوض قيمة الفيسكاستي هنا فبيطلع معانا قيمة السمر فيلد نمبر اللي هو هنا راح يكون 0.66. طيب بعد ما طلعنا قيمة السمر فيلد نمبر بدنا نروح على الشارت اللي بعطينا قيمة الكوفيشنت فريكشن فاريبل، خلينا نطلع عليه بشكل سريع كمان مرة. الشارت اللي بعطينا الكوفيشنت فريكشن فاريبل اللي هو طيب هذا الشارت اللي بعطينا الكوفيشنت فريكشن فاريبل، فبناخذ القيمه اللي عندنا اللي هي قديش كانت 0.66. طيب ف 0.66 هي هنا 0.6 هذه 0.8 وفي عندنا اربع تدريجات، فيعني هذه 0.65 هذه 0.7، يعني تقريبا عند هذا الخط تطلع لحد ما تقاطع مع الكيرف تبع الواحد وبتطلع قيمة الكوفيشنت اوف فريكشن فاريبل من هنا. كمان مرة بدنا ننتبه انه هذه 10 واللي بعدها هذه 20 اوكي، فالتدريج تبعنا راح يجي 12 14 16 18 20. طيب فبنطلع قيمة الكوفيشنت فريكشن فاريبل اللي هي بالنسبة لهذه القيمة بتطلع 13.5، فيعني برضو هاي يعني فرصة ثانية انكم تتدرب على استخدام الشارت ممكن تقارنوا مع الأرقام اللي نحطها هون، عشان الأرقام اللي هون يعني كلها غلط والطلاب دائما كانوا يحتاروا من وين اجت الأرقام. طيب ف 13.5 اللي هو الكوفيشنت فريكشن فاريبل، من خلال قيمة الكوفيشنت فريكشن فاريبل راح نعوضه في هذا الإيكويشن، يعني راح نضربه في 1.06 فبيطلع معانا مقدار الهيت جنريشن بالوات. طيب هون هم غلطانين يعني بشكل عام في اربع خانات، يعني هو تقريبا لو اخذنا اربع خانات يعني بيجي شيء قريب. طيب عموما قيمه الهيت جنريشن بالوات راح تطلع 14.3. طيب هذا بالنسبه للهيت جنريشن. هسه بالنسبه للهيت لاس، بما انه يعني احنا افترضنا قيمه الافريج فيلم تمبريتشر فبنعوض قيمه الافريج فيلم تمبريتشر تبعتنا هون وبنطلع قيمة الهيت لاس بالوات. طيب فهاي راح تطلع 13.9. طيب إذا هاي أول إتريشن، أول إتريشن طلع معانا إنه الهيت جنريشن 14.3 وات والهيت لاس 13.19 وات، فأكيد يعني الأسامشن اللي احنا مفترضينها مش صحيحة، فبدنا نعدل درجة الحرارة احنا مفترضينها ونساوي إتريشن جديد.
لا هون مهم جدا انه يعني نكون فاهمين الفكره نفكر بشكل صحيح. هل الاتريشن الجاي بدنا ناخذ حراره اعلى من هاي ولا بدنا ناخذ حراره اقل من هاي؟ هسه الفكره هنا واضحه وبسيطه. سواء فكرنا بالهيت جنريشن او الهيت لاس راح نوصل لنفس النتيجه. طيب مثلا خلينا نفكر اول شيء بالنسبه للهيت جنريشن. احنا عندنا هنا الهيت جنريشن اعلى من الهيت لاس. الهيت جنريشن عالي، فاحنا شو بدنا نسوي في الهيت جنريشن؟ بدنا نقلله. كيف ممكن نقلل الهيت جنريشن؟ طيب نرجع نشوف هنا كيف ممكن نقلل الهيت جنريشن. عشان نقلل الهيت جنريشن فعليا بدنا نقلل الكافشنت فريكشن فاريبل، يعني بدنا نقلل الكافشنت فريكشن. كيف ممكن نقلل الكافشنت فريكشن؟ عشان نقلل الكافشنت فريكشن ببساطه بدنا نقلل الفيسكاستي. كيف نقلل الفيسكاستي؟ يعني نرفع التمبريتشر. طيب اذا الكونكلوجن تبعتنا يعني بما انه هاي عاليه وبدنا ننقصها فلازم نرفع التمبريتشر، يعني هاي التمبريتشر قليله بدنا نرفعها. هسه برضه نفس النتيجه راح نوصلها لو فكرنا هنا. عندنا هنا الهيت لاس قليل اقل من هاي، ففعليا احنا بدنا نزيد الهيت لاس عشان نقترب من القيمه اللي هنا يصير عندنا هيت بالانس. طيب كيف ممكن نرفع الهيت لاس تبعنا؟ عشان نرفع الهيت لاس تبعنا خلينا نطلع على الايكويشن تبعتنا. عشان نزيد هيت لاس ببساطه بدنا نزيد درجه حراره هاي. كل ما زدنا درجه حراره بزيد الهيت لاس. طيب اذا يعني سواء فكرنا بناء على الهيت جنريشن او على الهيت لاس راح نوصل لنفس النتيجه اذا فكرنا باللوجيك الصحيح، انه درجه الحراره اللي احنا افترضناها قليله بما انه طلع الجنريشن اعلى من اللاس فبدنا نرفعها. فبنسوي كمان اتريشن، فالاتريشن الثاني اخذوا درجه حراره 90.5 degrees Celsius. طيب بناء عليها نرجع من جديد نطلع قيمة الفيسكاستي. هاي قيمة الفيسكاستي الصحيحة كم عمر؟ يعني أكيد في رينج للخطأ في قيم الفيسكاستي بس يعني مش راح يكون زي ما هم مسويين هنا. طيب بناء على هاي قيمة الفيسكاستي بنعوض في الإيكويشن تبع سمرفيلد، فهي طلعنا سمرفيلد نمبر، صارت عندنا قيمة جديدة للسمرفيلد نمبر. نرجع على تشارت تبع الكافشن فريكشن فاريبل ونطلع قيمة جديدة للكافشن فريكشن فاريبل اللي طلعت هنا 11.9. طيب هاي القيمة 11.9 نضربها في 1.06 عشان نطلع القيمة الجديدة للهيت جنريشن اللي هي في هاي الحالة راح تطلع 12.6. طيب درجة حرارة جديدة 9.5 راح نعوضها هنا، نحسب قيمة جديدة للهيت لاس اللي هي طلعت هنا 13.72. طيب هون انعكست صار عندنا الهيت لاس أعلى من الهيت جنريشن، فإذا هنا يعني أكيد بدنا نرجع بالعكس، يعني إحنا رفعنا درجة الحرارة بشكل كبير، هسا بدنا ننزل. طيب، فهسا يعني ننزل بما إنه اقتربوا من بعض، ننزل إشي بسيط، فيعني مثلا كنا عند 90.5، مثلا ممكن ناخذ 90، ممكن ناخذ 89.5 ونجرب الإتريشن اللي بعدها. طيب، فبعد هنا بعد هذول تو إتريشنز، فعلياً نحتاج كمان إتريشن ثالثة ونوصل لتقريباً إنه الهيت جنريشن يكون مساوي الهيت لاس. ففعلياً هذا الإشي راح يصير معانا عند درجة حرارة تقريباً 89.5. فلو أخذنا درجة حرارة اللي هي الأسامشن الثالثة 89.5 راح نحسب راح نلاقي إنه تقريباً الهيت جنريشن راح يكون مساوي للهيت لاس، وفعلياً راح تكون قيمته مساوية لتقريباً 13.5 وات. طيب اذا الافرج فيلم تمبريتشر استنتجنا انه هذه هي القيمه الصحيحه 89.5. طيب قربناها ل 90، يعني مش فارقه كثير نص درجه. طيب فحكينا هنا يعني راح نشتغل على انه الافرج فيلم تمبريتشر تقريبا بتساوي 90 ديجري سلسيوس. خلينا نكمل حل السؤال. طيب هسه صرنا عارفين الافرج فيلم تمبريتشر، هيك فعليا بما انه وصلنا لستيدي ستيت كونديشن بشكل صحيح. هسا بعد ما لقينا الاكشوال تمبريتشر، يعني لاحظ في البدايه احنا بس ضلينا نسوي اتريشن لحد ما نعرف التمبريتشر الصحيحه، بعد ما عرفنا التمبريتشر الصحيحه هسا بنكمل نحسب اي شيء بدنا اياه، مثلا بدنا مينيمم فيلم ثيكنس، بدنا الزاويه اللي عليها مينيمم فيلم ثيكنس، بدنا نحسب اي شيء ثاني الكافشن فريكشن فعلي، كل هالاشياء ممكن نحسبها بعد ما نكون عرفنا درجه الحراره الصحيحه. طيب هسا عموما بناء على هذه القيمة للتمبريتشر اللي احنا اعتمدناها، هذه قيمة الافرج فيلم تمبريتشر، هذه قيمة ميو الصحيحة اللي بتطلع معانا من التشارت في الباسكال سكند، وهذه قيمة سمرفيلد نمبر الصحيحة اللي هي 0.62. طيب القيم اللي في الكتاب يعني ستيل فيها مخاطر. طيب هسا أول شيء هو طالب مننا نحسب قيمة ستيدي ستيت تمبريتشرز في السؤال.
احنا حسبنا قيمه الافرج فيلم تمبريتشر. هسه ستيدي ستيت تمبريتشر يعني بنعرف كل درجات حراره، وفعليا احنا عاده بنكون مهتمين للماكسيمم تمبريتشر. الماكسيمم تمبريتشر اللي هي عند الاوتلت، يعني لاحظ هون نحكي على الافرج فيلم تمبريتشر اللي هي الافرج ما بين انلت والاوتلت. احنا كثير بهمنا قيمه الماكسيمم عشان فعليا اللوبريكنت زي ما حكينا بحسب ترامبلر مش مفروض ترتفع درجه حرارته اكثر من 20، يعني دائما بهمنا نحسب قيمه الماكسيمم فيلم تمبريتشر. فخلينا نكمل حساباتنا عشان يعني نحسب الماكسيمم فيلم تمبريتشر ونحسب يعني كل درجات حراره، درجه حراره السطح تبع البوشن وكل هذه المعلومات ممكن نطلعها حاليا. طيب عشان نحسب بقيه درجات الحراره بعد ما طلعنا الافرج فيلم تمبريتشر اللي هي كانت الاسامبشن تبعتنا، ممكن هسه نستخدم الشارت اللي بعطينا تمبريتشر رايز دلتا تي بالسلسيوس اللي هو الشارت او فيجر 12 24. طلعنا شوي طيب ففيجر 12 24 هي ما تستخدم الفيجر او تستخدم الكيرف ايكويشن اللي نعطينا اياهم. خلينا نطلع عليه كمان مره بشكل سريع. طيب هاي 12 24 اللي هو هذا الفيجر. طيب ففي عندنا قيمه سمر فيلد نمبر اللي حسبناها اخر واحده بناء على درجه الحراره 90 والكيرف تبعنا اللي هو 1، فنطلع لحد ما يتقاطع ونطلع القيمه اللي هنا اللي هي 0.12 دلتا تي بالسلسيوس على البريشر بالميجا باسكال، او اذا بدنا قيمه دقيقه ممكن نستخدم الايكويشن اللي هنا. طيب القيمه اللي بنطلعها من الشارت خلينا نرجع هنا ونطلع 4.25، انا فعليا شايفها اقرب للاربعه. طيب فعموما هاي القيمة اللي طلعناها من الشارت اللي هي 4، هسا بدنا نطلع دلتا تي اللي هو تمبريتشر رايز. فإذا شو بدنا نساوي؟ بدنا نضرب هاي الأربعة في قيمة البريشر بالميجا باسكال وبنقسمها على 0.12. طيب فإذا هذا اللي سويناه هنا، فإذا طلع معنا تمبريتشر رايز بيساوي تقريبا 6 درجات. لما يدخل ترتفع درجة الحرارة بمقدار 6 درجات ما بين الإنلت والأوتلت. طيب اذا بناء على هاي المعلومه هسه ممكن نحسب درجه حراره الانلت. درجه حراره الانلت اللي هي الافرج فيلم تمبريتشر ناقص نص التمبريتشر رايز، فاذا الانلت تمبريتشر 87 ديجريز سلسيوس، والاوتلت تمبريتشر اللي هي الماكسيمم، فعليا هذا اكثر شيء بيهمنا الماكسيمم، راح تطلع معانا 93 ديجريز. فاعلى درجه حراره راح يوصلها اللوبريكنت خلال السايكل تبعه اللي هو يعني بعد ما مر من خلال المنطقة اللي تعرض فيها الأشيرين بشكل كبير، مر من خلال النازل المنطقة اللي فيها المينيمم فيلم ثيكنس، طلع درجة حرارة 93 درجة. طيب هسه أنا خلينا نسوي مقارنة سريعة مع ترامبلر كرايتيريا. ترامبلر بيحكي لنا إنه الماكسيمم تمبريتشر لازم يكون أقل من 21 عشان الزيوت ما بتتحملش أكثر من هذه الحرارة، فعليا هذا أوكي، يعني الحرارة اللي عندنا الماكسيمم 93، فإذا أوكي بحسب ترامبلر كرايتيريا. طيب نكمل نحسب درجة حرارة السيرفس تبع البوشنك. فدرجة حرارة السيرفس تبع البوشنك اللي هي الإيكويشن أخذناها هناك، تي بي بتساوي تي اف في ألفا في تي انفينيتي على 1 زائد ألفا. فالسطح الخارجي للبوشنك راح تكون درجة حرارته 55.5 دقيقة سلسيوس. طيب غير هيك برضو بهمنا نحسب قيمة المينيمم فيلم ثيكنس، خصوصا إذا بدنا نقارن مع ترامبلر كرايتيريا. نتذكر ان ترامبلر حكى لنا انه المينيمم فيلم ثيكنس مش مفروض يكون اقل من قيمه معينه عشان الدبريز او البارتكلز الصغيره تقدر تمر ما تنحشرش وتسكر المجرى. طيب عشان نطلع قيمه المينيمم فيلم ثيكنس كمان مره، هاي اوريدي احنا صرنا عارفين قيمه السمر فيلد نمبر، ونروح على الشارت تبع المينيمم فيلم ثيكنس اللي هو هذا الشارت. .62 استمر في النمبر، وهذا هو الكيرف تبع L على D1، ونطلع قيمة H0 على C اللي هي Minimum Film Thickness Variable. فالMinimum Film Thickness Variable تطلع تقريبا .78. لاحظ انه لازم نضربها بعد هيك في C، فضربناها ب C بالمليمتر فطلع معانا قيمة Minimum Film Thickness بالمليمتر اللي هي .0195 مليمتر. طيب هسا خلينا نسوي مقارنه مع ترامبلر كرايتيريا. ترامبلر كرايتيريا بحكي لنا المينيمم فيلم ثيكنس مش مفروض تكون اقل من هاي القيمه اللي هي يعني رقم زائد رقم مضروب في الدايمتر تبع الشافت. هاي الدايمتر تبع الشافت 50، فبيطلع المينيمم فيلم ثيكنس بحسب ترامبلر 0.0071 ملم.
والمينيمم فيلم ثيكنس اللي عندنا 0.01، فبما انه هاي اكبر من المينيمم تبع الترامبلر فاذا اوكي عندنا ثيكنس كافي عشان تمر البارتيكلز اللي ما بمسكهاش الاويل فلتر. طيب مطلوب منا كمان نحسب مقدار الكافشن فريكشن وبرضه مقدار التورك اللي نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن. اذا كمان مره راح نروح نطلع الكافشن فريكشن فاريبل بناء على قيمة السمرفيلد نمبر اللي موجودة هنا 0.62 نضربها في C على R، فهي قيمة الكوفيشنت فريكشن، فبالتالي قيمة التورك اللي نحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن في البيرنج مجرد 0.135 نيوتن متر. طيب هيك نكون خلصنا من هذا الاكزامبل.